بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وأسبوع ساخن زادته حرارة الجو ومفاجآت الكرة التهابا. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة. هي بالفعل أيام تحدد الكثير من ملامح مستقبل الأهلي القريب، مستقبل الأهلي القريب كرويا، حيث يخوض الأهلي غدا إن شاء الله مباراته الثالثة والأخيرة في مجموعته في بطولة الأندية العربية. أيضا الأهلي مع اللجنة الأولمبية على خط الأزمة فيما يتعلق بلائحة النظام الأساسي وتحديد مصير وشكل مستقبل النادي الأهلي إن شاء الله يا باشمهندس. إن شاء الله طبعا، لأن كمان ماتشات البطولة العربية بالمفاجآت، ومفاجآت مش بس في النتائج، في المستويات. يعني واضح ان احنا مغيبين عن الكرة العربية، وتقييمنا للفرق ما كانش واقعي، فبنعتبر ان في بعض النتائج التي حققت بمثابة المفاجأة. ولكن عجبني جدا فريق العهد اللبناني بيلعب كرة جميلة جدا، الفيصلي بيلعب كرة جميلة جدا، و ناس النفط يعني عنده نقطتين اظن النفط، والفتح الرباطي المغربي، والفتح الرباطي، يعني في فرق جايه جاهزه، وفي فرق جايه تتجهز، وفي فرق جايه لا هي جاهزه ولا هي بتتجهز، لا كده ولا كده. اين الاهلي والزمالك من كل ما اقوله؟ الحقيقه الزمالك بما حققه من نتائج ضاعت فرصه، وتعرض لكثير داخل وخارج الملعب من الاحداث اللي ربما فكر ارتباطه منذ لحظات مع الناسيو البرتغالي، يا ريتها حصلت من بدري شويه، ودفع له مليون وربع شرط جزائي بالتراضي. جنيه ولا جنيه؟ جنيه. طيب بسيطه. وطارق يحيى تولى المسؤوليه رسميا. نتمنى له التوفيق، لان الحقيقه ما يحدث اخر ماتش ما ده لا يوم عمري ما شفت الزمالك كده. اتنين، الاهلي بقى. الاهلي خد حمة البداية اللي بخاف منها. يعني الحقيقة تحكيميا أضاع عليه المباراة، تسرعا وخططيا وبعض الغموض في المعلومات راحت منها المباراة تكاد تكون بمجريات الملعب مضمونة. هتخش في الليلة كده مرة واحدة ولا لا؟ أنا بقول لك بس بسرعة كده بلمس إن ليه بقول سخونة المباريات؟ وسخونة الأحداث. سخونة الأحداث، لأن الأهلي لما يخسر أول مباراة دي مفاجأة مدوية، لما الزمالك يخرج قبل الجولة الأخيرة تقريبا يعني 95% يبقى غريبة، غريبة جدا. لكن بقية المباريات بإذن الله هنناقشها تفصيلا عشان خاطرك حسكت. إذن حلقة مهمة فيها كتير، وفيها اختلاف ربما عن الثابت والدائم في ملك وكتابه. الأزمة المثارة بين الأهلي واللجنة الأولمبية بشأن الاستدراك وما يتعلق بإنعقاد الجمعية العمومية، علشان كده يكون في مناقشة مستفيضة لهذه الأزمة مع الصديق العزيز الدكتور ياسر أيوب مدير الإدارة الإعلامية في النادي والمتحدث الرسمي، هيكون ضيفنا في الجزء الثاني من الحلقة يا باشمهندس، عشان نقدر نقلب كل أوراق هذه الأزمة، كيف بدأت وأين تسير وماذا يمكن أن يحدث في قادم هذه الأيام بشأن هذه الأزمة. لازم ننوه هنا ان دي اول مره نستضيف ضيف في الدوره دي بتاعتنا، في الاصدار الثاني من ملك وكتاب. من ملك وكتاب. والمناسبه تستحق. اهميه الحدث وما حدث خلال الايام الماضيه وبعض المشاهد اللي محتاجه تفسير، حسنا فعل الدكتور ياسر انه يجي لنا نتحاور معه، اعلامي هنقدر نتكلم معاه بشكل اقل حرجا، نتكلم ونتناقش يعني نفهم منه الكثير من خلفيات الأمور، فترقبوا هذه الفقرة مهمة جدا. إذن حلقة كمان مهمة فيها أربع عناوين، أولها العرس العربي وخط النهاية، الاستدراك بين الأهلي والأولمبية، ولسه الأهلي بيفرغ الأندية، أخيرا جونيور أجاييه محترف بنكهة الأهلي. النهاردة يمكن آخر نتائج
البطولة العربية للأندية، المباراة التي انتهت منذ قليل بالتعادل 2-2 بين الهلال السعودي والنفط العراقي، مباراة مثيرة فيها 4 أهداف علشان يتوقف رصيد النفط العراقي عند نقطة، ما عندوش إلا نقطة، والهلال السعودي 2 باشمهندس. في المجموعة الثالثة اللي بيتصدرها الترجي التونسي العتيد اللي بيلعب الآن مع المريخ السوداني، مباراة مهمة جدا، بين المريخ عنده 2 والترجي التونسي عنده 3 نقاط، أعتقد مباراة يمكن أن تبوح بالكثير من أسرار هذه المجموعة. المباراة دي أهميتها يا أستاذ، المريخ الرهيب. نقطة والترجي 2، الترجي 2، 3 3 3 أي نتيجة غير فوز المريخ يبقى هستعير العنوان اللي كنت عايز تحطه، اكسب تصعد يا أهلي. لأن معناها ان ما حدش هيوصل لل6 نقاط. ايوه، لو تعادل امبارح الزمالك خدم الاهلي، لو تعادل المريخ او لقي الهزيمه يبقى خلاص كده الامور ان الاهلي يلعب ومصيره في ايده، اكسب تصعد يا اهلي. هذه المجموعه الثالثه هيتبقى فيها مباراتان يوم الاحد ان شاء الله، الترجي هيلعب الهلال السعودي، دي المباراه هتكون مهمه جدا وحاسمه، والمريخ السوداني هيلتقي النفط العراقي، دول يوم الحد، لكن الآن المريخ يواجه الترجي التونسي. الأهلي دخل في الجد بقى، يعني بكرة الأهلي مع حسين ضاي الجزائري الساعة 9. كابتن حسام البدري وصل بسلامة الله للقاهرة النهاردة وبيقود المران الأخير للأهلي استعدادا لهذه المباراة. كابتن أحمد أيوب سلموا المهمة بعد ما قاد الأهلي لفوز مهم في المباراة الماضية 2-0 عشان يعدل الأهلي الكثير من أوضاعه في هذه المجموعة الأولى. كابتن أحمد أيوب في آخر اختيار له بقى للقائمة قبل وصول الكابتن حسام البدري، اختار قائمة المباراة اللي دخلت المعسكر الليلة استعدادا لمباراة الغد، محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان الحارس الصاعد، باسم علي ومحمد هاني وصبر رحيل وحسين السيد ورامي ربيعه ومحمد نجيب وحسام غالي وعمرو السوليه وكريم ندفد واحمد حمودي واكرم توفيق وعمرو بركات وصالح جمعه بيعود للقائمه لاول مره في البطوله العربيه، واسلام محارب اللي شارك في المباراه الماضيه وسجل، وجونيور اجاييه وعمرو جمال واحمد ياسر ريان وعماد متعب، بيعود عماد متعب بعد ما كان في نتيجه مين؟ الترجي؟ الترجي سجل. الترجي يا دوله. طيب خليك معانا كده شوارب عشان نقدر نفهم الناس اللي هيحصل دلوقتي، وعماد مدعب بيعود للقائمه يا باشمهندس. نتمنى بقى ان نكون يعني المباراه دي عند حسن ظن الناس، اداء الاهلي متصاعد، يا رب نكملها كويس باذن الله. بمناسبه الترجي، الاهلي الاتحاد الافريقي عدل ميعاد الترجي والاهلي في دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا لمدة أسبوع، هتقام مباراة الذهاب إن شاء الله في القاهرة أحد أيام 15 16 17 سبتمبر بدلا من الموعد السابق اللي كان 8 9 10 سبتمبر، فتم تأجيلها أسبوع بالظبط. مباراة الإياب هتكون في تونس بإذن الله أحد أيام 22 23 24 سبتمبر، يعني في برضه فرصة كافية أسبوع لالتقاط الأنفاس بإذن الله. طبعا في الخطابات بتاعت اللجنة الأولمبية والبيانات اللي صدرت هنناقشها في فقرتها، لكن عايز أقول لحضراتكم إنه الموقع الرسمي للنادي أيضا بيشير إلى اهتمام أعضاء النادي برفض اللائحة الاسترشادية وبيأكدون دعمهم لمشروع اللائحة الخاصة. الترجي التونسي مباراته مع الاهلي في دوري الابطال الافريقي طبعا مرتقبه بشكل كبير جدا سواء هنا او في تونس، ده اللي خلى فرجاني ساسي لاعب خط وسط الترجي بيقول ان احنا جينا القاهره من اجل تحذير الاهلي، جايين نوجه كارت ارهاب للاهلي، جايين نقول ان احنا عازمين على مواصله المشوار في البطوله الافريقيه ورد اعتبارنا من الاهلي اللي اقصانا اكتر من مره من هذه البطوله. قال نجم الترجي حضرنا إلى مصر لخوض منافسات البطولة العربية بجدية تامة والمنافسة على حصد اللقب، وهذا سيكون أشبه برسالة تحذير
للأهلي المصري قبل اللقاء المرتقب في دوري أبطال أفريقيا. وأضاف ساسي: الأهلي فريق عظيم يمتلك سجلا حافلا من الألقاب المحلية والقارية، بالإضافة إلى أن الزمالك والمريخ السوداني ليهم تاريخ أيضا، مؤكدا في الوقت نفسه أن منافسات البطولة العربية تحمل طابعا حماسيا رغم غياب الجمهور عن المدرجات. ده فيما يخص الموقف العربي اللي ملمس شوية على الموقف الأفريقي. الموقفين والخطين اللي الأهلي ماشي فيهم بيدفع الجهاز الفني أنه بيدعم صفوفه تباعا بالعناصر اللي شايفها تقدر تخدم مسيرة الفريق. كان آخر التدعيمات هشام محمد ابن الأهلي العائد له من مصر المقاصة يا باشمهندس، عصام سراج المدير التجاري أو مدير التعاقدات في الأهلي أكد ضم هشام لمدة 5 سنوات، وفي جلسة جمعته مع اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة تم خلالها توقيع العقود وإنهاء كل الإجراءات في عقد لمدة 5 سنوات. ولعلكم تابعتوا قبل ما ندخل على طول مباشرة للاستوديو، هشام محمد كان ضيف على الكابتن محمد فاروق في استاد الأهلي يا باشمهندس، وأعتقد لاحظتك إن أنت كنت سعيد جدا بعودة هشام للأهلي. بالتأكيد هشام واحد من المواهب. هقول لك حاجة، 2006 أصيب بالصليبي وذهب إلى ألمانيا للعلاج أول مرة. كان في الوقت ده تم تصعيده إلى الفريق الأول وعمره 16 أو 17 سنة مع مانو جوسيه. وكان مانو جوسيه يعول عليه كواحد من أهم المواهب اللي موجودة في الساحة الكروية المصرية. كان مسمي فرقته فرقة هشام. كان جريء لعيب. هو مانو كان يقول لك فرقة هشام على فرقة 17 مانو هشام. كان يحب اللاعب اللي عنده اختراق للامام. يعني ايام عمرو سماكه برضو كان يقول لي ده مميز جدا لان عنده هذه الميزه، بيروح لقدام بيروح لقدام. اللي شافوا هذا اللاعب ما شافوش درس بقى. اللي شافوا هذا اللاعب في عمره القصير ما يشوفوش ناس عندها 60 و70 سنه. كان لاعبا موهوبا، وكان له شقيق اصغر معاه في القطاع الناشئين على نفس القدر من واحد. وكانوا الاثنين في الاستراحه يشاء العلي القدير انه يسترد ودعته ويرحل شقيقه مريضا مريضا الى بريء. اول صدمه، فبيوعده ان حلمك هعوضه لك، فيتصعد للفريق الاول مبكرا يقترب من تحقيق الحلم، يجي له صليبي يتعالج ويناضل ويرجع يبقى في المنتخب الاولمبي وكابتن المنتخب الاولمبي الذي كان ينبغي ان يتاهل مع فريقه الى دوره لندن. فيصاب في اخر مباراه وديه قبل ايام بالصليب الاخر في الركبه الثانيه. مين يشوف كل الاحداث دي وما يجيلوش احباط وياس الا راجل بخلق وقيمه هذا اللاعب وشخصيه هذا اللاعب انه يناضل. ولذلك تجد انه عنده اعتراف بالفضل لمدربه ايهاب جلال اللي استوعبه وخد بايده وقدر يرجع معاه. واحنا الاسبوع اللي فات الشيء يذكر يعني لما كنا بنناشده ليس هذا كلام والله شر بليتي ما يضحك. الناس اللي تزايد عليك وعلى مواقفك ويقول لك هو مش عايز هشام يجي وعايز مش عارف ايه اهو جه. بالعكس، هو فهم من كلامنا ان احنا بنضغط على الاهلي. ده بالعكس، انت بتحافظ على فرص الاهلي في ضمه. ده انا بضغط على اللي بيسوفني. ايوه، وبالدليل على كده انه تاني يوم كان الموضوع خلص. ايوه، انا رافض الابتزاز، رافض انك تتفق معايا وبعدين يتدخل ناس مش دورهم في الموضوع يعيدوا نقطه التفاوض الى الصفر. ده اللي انا رافضه. ايوه، مش انما هشام اضافه بكل المقاييس، اضافه باذن الله بهذا الخلق وهذه الشخصيه، اذا ربنا حماه باذن الله من الاصابات اضافه سوف يستفيد منها هي واسلام محارب. الاثنين انا متوسم فيهم خيرا، ونحن شفنا اسلام بسرعه يعني دخل في التيم. هو لعب مع الناس دي. فهو يعني باذن الله الاهلي حتى الان في الصفقات بيسير بشكل جيد. ازارو اتمنى ان يدركوا التوفيق عشان يقدم اوراق اعتماده بقى بإذن الله في المباراة القادمة. طيب، كلام المهندس عدلي فيه إشارة لمسؤولية الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة. الحقيقة اللي كان ليه دور
سلبي في تعويق انتقال هشام للأهلي وارتفاع السعر، واعتقد سمعتوه حضراتكم في فيديو اكتر من مره وهو بيتكلم انه لا ما يساويش كذا يساوي كذا. ده وصل الامر لحد التهديد بالاستقاله لو مشي باقل من كده، وبعدين يقوم يرشحه للزمالك. لا، الافضل انه يروح للزمالك. ما اعرفش يعني ايه الافضل انه يروح للزمالك. الافضل ان تلبى رغبه اللاعب ما دام ناديه اللي متعاقد معاه عنده الرغبه في بيعه، فاول خطوه واخر خطوه رغبه اللاعب. لكن يبقى في تدخل بهذا الشكل ما اعتقدش هو ده اللي استفزنا. اللي عايز يفهم غير كده هو حر. هو مهيئ ان تملي يفهم الكلام ويستثمره لخلق الوقيعه. ده اعتدنا على هذا الكلام. واخد بالك؟ لكن هنا لن يحركنا الا مصلحه النادي الاهلي واللي اتعلمناه وخبراتنا اللي موجوده. الاهلي والاهلي فقط. لا، بنستخدمها لصالح النادي الاهلي. والنتيجه انه بسرعه خلص بعديه اللعب. وجات لي مكالمات بعد الحلقه من اصحاب الشأن، هو انت ليه بتعمل كده؟ مين انت فاهمنا غلط؟ طيب فهمونا الصح. الرساله كانت كده، طب ما تفهمونا الصح وخلصوا الموضوع. طب ما نشوف راي كابتن ايهاب جلال اصلا في ايجابيات وسلبيات وعيوب ومزايا هشام محمد. لا، هو كلها مزايا الحقيقه. هو عنده امكانيات، هو زي ما بيقول لك. انا قلت له اول ما جيت قلت له حاجه، قلت له انا مش عارف ليه انت ما بتلعبش منتخب مصر. وبعدين قلت له انا عرفت ليه انت ما بتلعبش منتخب مصر. وهو ده الكلام بقى اللي هو اتصلح في السنتين اللي فاتوا. هو يستحق دلوقتي يلعب منتخب مصر. على الحته القدمانيه شويه. لا، هو كان عنده شويه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الناحيه الذهنيه شويه، عنده انه لو اتخبط خبطه جامده او حصل له حاجه يعني يبقى عنده مشغول شويه. اتخض شويه. انما ما شاء الله السنه دي كان بيعمل حاجات غريبه، يعني ممكن يدخل يعني في اي حد ما شاء الله. ودي اللي كانت ناقصه. لكن هشام من اللعيبه اللي تحب الكوره تجيلها، ودي وانا كنت بقولها قدام الفرقه كلها. وانا اعتقد ان هو انا كنت بقول له حتى السنه دي، انت لو يعني لو بعد النادي الاهلي لازم يبقى حاجه في اوروبا عشان ما يضيعش وقت، لان هو مختلف يعني، هو حاجه من ريحه شويه حسام غالي. ايوه، فكرة طلعته الناس قالت عليه حسام غالي. طلع يعني من اللعيبه اللي ليها شكل استلام وليها تاثير. وبعدين هشام بيقدر يلعب زي حسام غالي في في في, في كل اماكن نص الملعب باشكاله المختلفه. لعب ثلاثه في نص الملعب، تلعب اثنين قدامهم واحد، تلعب واحد واثنين على الطرفين، يعني يقدر يلعب كل حاجه. ودي من الحاجات اللي تميز اي لعيب، خاصه معايا انا. لو هو لعيب بيعمل كده يبقى انا مش هيبقى عندي مشكله كبيره في الملعب. هو طبعا هشام يعني تفهم من كلام الكابتن ايهاب ان هشام كان عنده هاجس الاصابه، اصيب مرتين اصابات بالغه في توقيتات سخيفه جدا، وهو بيتصعد للاهلي وهو بيروح الدوره الاولمبيه تاريخ كابتن الفريق. فهو ده اللي كان معطله. لما خد ثقته في نفسه، قد يكون للكابتن ايهاب دور ايجابي في هذا الامر، انه خلصه من هذا الهاجس. بقى يقول له ما تضيعش وقتك، هو جاي الاهلي يضيع وقته يا كابتن. والاهلي عبد الله. فبيقول له ما تضيعش وقتك، ما تقعدش كتير، اطلع على بره. فباذن الله هو يجي مع النادي الاهلي باذن الله يضيع وقته كويس وياخد بطولات، ويا رب يكرمنا السنه دي بالبطوله الافريقيه. الافريقيه اهم من اي حاجه تانية، العربيه باذن الله، لكن الافريقيه اهم من اي حاجه تانية. لان دي اللي هترجعك تاني الى طبعا صداره التصنيف العالمي. هي دي هتدي لك بوابتك، هترجعك تاني للوهج الدولي والعالمي. طيب للعالمي بقى، يفضل لعيبه الاهلي محط اهتمام الانديه الكبيره. اعتقد ميدو ما كانش مبالغ لما قال النادي الاهلي عليها ان يفخر انه انديه البريمير ليج الانجليزي كلها باصه على النادي الاهلي. واضح انه لعيبه الاهلي متشافين من الانديه الانجليزيه الكبيره. وده كان بمناسبة الكلام عن اهتمام شيفيلد يونايتد الإنجليزي بسعادة سمير. يعني احنا لا شفنا، لا ده والله اهتمام الوكلاء. شفنا ويست بروميتش بياخد أحمد حجازي، والجمهور جمهور ويست بروميتش بيطلق امبارح على أحمد حجازي الدبابة والوحش الجديد. واضح إن هم محتفين بيه جدا. وده امتداد بقى رمضان صبحي في ستوك سيتي، حسام غالي قبل كده في توتنهام، ابراهيم سعيد في ايفرتون قبل كده، تريزيجيه جده في فولهام، تريزيجيه على اساس انه مرحب انجلترا يعني، ومحمد شاوي
في ميدلسبرا. فعدد انت بتتكلم على لعيبه اللي هي في الاهلي كانت الأهل في انجلترا. فميدو قال لك لا، على الاهلي ان يفخر، او من حق الاهلي ان يفخر انه محل اهتمام الانديه الانجليزيه. كفايه فخر بس كفايه. هو مفيش لعيبه اللي عندنا، ولما نيجي نتكلم تقولوا اهلي ايه اللي المتصدر، يعني اذا كانت لعبتنا هي اللي مصدر الفخر يبقى بتتقمحوا في ايه؟ مش عايزين الفخر، الفخر اللي يعطل الحال. لا يعني لما تناقشهم داخليا يعني لا ما هو عايزك تفخر كتير وخلاص. لكن انا مع ميدو في الحته دي بعيدا عن الدعابه يعني. طبعا اي لعيب بس المهم يطلع يشرفك. بالظبط، اما يطلع يشرفك. وكويس ان لنا كذا لعيب دلوقتي بره في انديه محترمه بالذات في الدوري الانجليزي، ده تقل المنتخب مصر. كمان انباء عن تلقي الاهلي عرض رسمي من نادي الفيصل السعودي بيطلب استعاره مؤمن زكريا. الله. يعني خلينا نفخر بالعربي كمان، هنفخر بالانجليزي بس نفخر عربي كمان. وجنوب افريقيا عايز عمرو جمال. عايز عمرو جمال، ده الفخر، الفخر الافريقي. اسيا وافريقيا، عربي وافريقي واوروبي. الله يكون في عون حسام البدري، عليها ان يفخر طبعا بشكل. ما هو انت دلوقتي اللعيبه دي ما بيجي لها عروض، ما هيش قاعده يعني مريحاك، بتضغط عليك برضو. طيب ده اخر الاخبار في مدعاة الفخر الحقيقة. لكن كمان من الفخر التاريخي انه زي النهاردة من 28 سنة كان الاهلي بيلعب اولى مباريات العربية. بصوا بقى الاهتمام بالبطولات العربية من امتى. في 27 يوليو سنة 89 كانت اول مباراة للاهلي في تاريخ مشاركاته العربية، فاز يومها على المطابع الصومالي 9-1، سجل عادل عبد الرحمن 3 اهداف وطاهر ابو زيد 2 وطارق خليل كمان 2 وصديق الجمال ومحمد عبد العظيم عظيمه كل واحد سجل جون. دي كانت اول مباراه للاهلي في البطولات العربيه على الاطلاق. وايضا في 27 يوليو 2014 يعني من 3 سنين فقط، فاز الاهلي على سيوسبورت الايفواري بهدف نظيف سجله وليد سليمان في دوري المجموعات، كان في بطوله الكونفدراليه. ده الهدف اللي سجله وليد سليمان في مرمى سيوسبورت. في 27 يوليو 2016 يعني كمان من سنتين، في 27 يوليو 2016 السنة الماضية الأهلي فاز على الوداد البيضاوي المغربي في الرباط بهدف سجله رامي ربيع، وده كان في دوري المجموعات الأفريقي. هتشوفوا الجون للأهلي في مرمى الوداد اهو. لكن كمان يوم 29 يوليو يعني زي يوم السبت بعد بكرة إن شاء الله، يوافق فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة 2-0، ده كان في 2006 بهدفي أسامة حسني وأحمد صديق، كان في دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي بالبطولة وقتها وتأهل لكأس العالم للأندية وحقق إنجازه التاريخي لما حصل على الميدالية البرونزية. يا رب تعود بإذن الله ايام الاهلي في هذا العصر الكروي الكبيره يا باشمهندس. ده يعني الحقيقه شيء يفرحك. لما اي يوم نيجي نقعد هنا فتبص تلاقي زي النهارده كسبنا كذا، زي النهارده كسبنا كذا، زي النهارده كسبنا كذا، فايامك كلها انتصارات زي النهارده وكل النهارده. فباذن الله ال 365 يوم تكون انتصارات للاهلي وذكريات مبهجه مفرحه للاهلي، ويعني بتوضح تفرد الاهلي، بتوضح تاريخه اللي لازم يعني اما يجي الناس تتكلم هو الاهلي تاريخه ده حد ينكره؟ ما نقعدش نلطش بقى ونقول لك مش عارف هو ايه. المقاله اللي انت بعتوها لي النهارده بتاعت الاستاذ اسامه العهد البائد، العهد البائد بائد ليه يا عم؟ يعني هو لازم لما نقتنع بحد نهاجم التاني والعكس صحيح. ليه ما نعرفش ان في الاهلي كل الناس محترمه؟ ليه ما نعرفش ان النهارده امتداد لبكره انه ما كانش ينفع النهارده من غير بكره، وبكره امتداد للنهارده طبعا، واللي هيجي بكره
لازم يثمن الدور اللي بيلعبه مجلس الاداره الحالي والمسؤولين الحاليين. محدش يستخف باحد وما ولا يتدخل احد في هذه العلاقات. يعني الاستاذ اسامه واضح انه اهلاوي متعصب، ونظرا لشده تعلقه بالنادي الاهلي فبيقطمنا، احنا ما بنحبش الاهلي، هو بقى بيحب الاهلي قوي قوي، وشايفنا من مخلفات العهد البائد اللي فيه الايام السوداء بتاعه الاهلي، ونازل تلطيش بدون مناسبه. زعلان قوي يا سيدي ان انا بقول والله يا اسامه زفض له على هذا الابتزاز، اقعد يا ابني هناخدك بفلوس يا هشام. يا شاب انا قلت مين؟ يا اسامه. لا يا هشام اقعد وناخدك ببلاش لسبب. هذا اسلوب لما بيتقال ده اسلوب تفاوضي طبعا، تفاوضي على الهوا. يعني اذا كنت مش قادر تستوعب ازاي انت بتفكيرك الجهنمي حولته الى كلام سلبي ضد النادي؟ ده في صميم موقف النادي وفي صميم دفع المفاوضات الى الانتهاء. ودليل على كده ما خدتش يوم بعدين، كلموك بعدها على طول، كلموني وخلصت. اه مش قالوا لي هنخلص، قالوا لي انت فاهمنا غلط ومش عارف ايه بتهاجمنا. قلت لهم انا مش بهاجم حد، لكن كمان انا مش هسمح لحد يطلع يبتز الاهلي كده، يتعامل مع الاهلي بهذه الخفه، انه يطلع يتفاخر انه يدي للمنافس ببلاش ويدخلني انا في مزادات غير مفهومه. ده اللي كان مضايقني. اما هشام صفقه هايله، وانا اظن قبل كده قلت على المجلس الحالي انه أدى موسمين ولا أروع في مواسم الانتقالات، فلت منه أفلت منه الموسم الأول، لكن بعد كده أشدت تماما تدارك. لا أشدت تماما بعملية أنه بيجيب لعيبة وبيكسب منها وبيعوضها وبيكسب بطولات، وقلت أن هذا هو الدور الاحترافي. اللي عايز نيته تكون سليمة ويفهم ما تخشوش بيننا وبين بعض إحنا الأهلوية. يعني صحيح انت ليك وضع خاص ان انت راجل اهلاوي قوي، بس يعني يوم زمالك كسب الدوري كنت بتقول فينك يا ابويا الله يرحمك، كان نفسي تكون موجود معايا. وده مفهوم، ده حقك يا اسامه، انت صديقي وانا عارف انت بتحب الزمالك قد ايه، فمن فضلك وانت بتتكلم معايا مش عايزين نتكلم كده، مش انا مش عايز اتراشق مع حد، لكن ما كمان ما تصادرش على فكري وتوجهني. اوعى تفتكر ان ولا حد في مصر، مش اسامه بس، ولا حد في مصر يقدر يضغط عليا. انت هتضغط عليا، احنا مش هنعيش اكتر من اللي عشناه، وهتضغط عليا ليه؟ انا راجل ولائي وانتمائي للاهلي، اي شيء لصالح النادي الاهلي هعمله. عجب بقى فلان، ما عجبش فلان، مش هقدر اعمل حاجه لحد، لكن هتزعل عليا انا في الاهلي يا اخي. طب والله العظيم ده كلام، يعني معلش الشيء بالشيء يذكر عشان اقفل الموضوع ده. وبعدين يقول لك الاهلي مخترق، مش بيتناوز يعني، والاهلي اثبت انه مخترق لان ما فيش تسويق اعلاني. الاهلي عنده كل الوسائل الاعلانيه، احنا اول ناس روجنا الانجازات الانشائيه والانتقالات وغيرنا وغيرنا، وبقيه البرامج كلها بتسوق انما تقول لي اختراق؟ اختراق، وانت معاك الشنيور كمان يا استاذ، معاك الشنيور. معاه الشنيور واربعة خمسة بيدوله المفك والصامولة وبتاع، كل حاجة في ميعادها، فمش عايزين نقرص على بعض. العرس العربي وخط النهاية، كلام مهم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. العرس العربي وخط النهاية، اقتربت بطولة الأندية العربية من الوصول إلى المراحل النهائية، وصلنا للجولة الثانية في المجموعة الثالثة، يعني بكرة بداية الجولة الثالثة إن شاء الله، علشان تبقى المراحل الحسم واضحة ومحسومة. عارفين إن المجموعات الثلاثة بيصعد أول كل مجموعة فقط للدور قبل النهائي، يضاف إلى الثلاثة أفضل تاني، يعني فريق واحد من التواني هو اللي هيصعد عشان يكمل الرباعي في الدور قبل النهائي. الاهلي زي ما انتم شايفين الجونين اللي فاز بيهم على الوحده الاماراتي، وعاد الاهلي لاجواء البطوله شيئا فشيئا علشان يكون عنده ثلاث نقاط ينافس بيهم باذن الله تعالى على انقاذ فرصته والتاهل في ملحق التواني. كان الجون الثاني سجله زي ما انتم شفتوا اسلام محارب، واعلن عن انضمامه
جديا للنادي الاهلي وهديه من حسام غالي عشان يرحب بزميله اسلام محارب العائد للاهلي ويشكر الكابتن احمد ايوب ربنا على الفوز في هذه المباراه. صدرت الصحف كلها مركزه على فوز الاهلي وعودته لاجواء البطوله. قالت الاهرام الاهلي يفوز على الوحده الاماراتي بثنائيه في البطوله العربيه للانديه، اداء غير مطمئن للاحمر ومباراه حسين داي الفرصه الاخيره للتاهل. انا بس عايز اتوقف فين، ليه اداء غير مطمئن؟ مباراه ضاع فيها عدد قياسي من الاهداف، بتوصل بعدد قياسي من الفرص وفيها فرص شبه مؤكده صحيح، بعضها صادف سوء بخت وبعضها صادف رعونه وتسرع. ليه غير مطمئن؟ ليه لا مطمئن؟ انا شايف يا ريت نلعب كده مع بعض التحفظ على انت مرمك ما تعرضش لاي خطوره. يعني الهجمات المرتده نخلي بالنا منها، لكن لو لعبنا بالاداء الهجومي ده باذن الله نكسب. الاهرام المسائي بيرد على الاهرام بعنوان الاهلي 2-1-0 عرض رائع ولكن امال ضعيفه قياسا على صعوبه المهمه في الصعود. وقالت بوابه الاهرام الاهلي يقتنص اول 3 نقاط له بالبطوله العربيه من الوحده الاماراتي. امال ضعيفه بس بسرعه عشان ما تفوتناش دي. لا الامال دلوقتي ما بقتش ضعيفه باذن الله ان شاء الله. الموقع الرسمي للنادي قال الاهلي يهزم الوحده 2-0 في البطوله العربيه، وموقع البطوله قال الاهلي يحقق الفوز الاول في البطوله العربيه على الوحده الاماراتي. الشروق كان عنوانها المدفع والمحارب يهديان الاهلي اول ثلاث نقاط في البطوله العربيه. واليوم السابع الاهلي يحقق فوزه الاول بالبطوله العربيه بثنائيه في الوحده الاماراتي. والمصري اليوم كان عنوانها الاهلي يهزم الوحده الاماراتي ويتمسك بفرصته في البطوله العربيه. وموقع 24 قال الوحده يودع بعد الخساره امام الاهلي. وصدى البلد قالت الاهلي يعبر الوحده الاماراتي بهدفين مع الرأفه في مباراه الوجوه الجديده. ده اصدق منشط واصدق تعبير لانه بيتضمن تحليل مع المباراة. طيب اذا كان دي اراء الصحف، اراء الخبراء والمحللين ايه بقى؟ شيخ طه اسماعيل في اون سبورت نشوف كيف راى فوز الاهلي على الوحده. يعني يتبقى مشكله النادي الاهلي اللي بنتكلم عنها، هي المشكله الازليه هي مشكله ضياع الفرص. النادي الاهلي النهارده ضيع كم من الفرص، هو موجود قدام مرمى فريق الوحده الاماراتي في الشوط الاولاني لا يقل عن مثلا من 45 دقيقه 30 دقيقه صحيح قدام الجول على طول صحيح. وعرضيات وراسيات وكل الاشكال وفي الشوط الثاني نفس الشيء، ومع هذا النادي الاهلي لم يستطع ان يسجل الا هدفين، وحتى الهدفين يعني لما شفنا مثلا عمرو بركات سجل من لعبه لعبته من الكورنر وشاطها في الزاويه الضيقه شوطه، لكن الفرص الكثيره اللي بالعرض وحاجات راسيه وحاجات كومبينيشن من العمق كلها ضايعه. وفي الشوط الثاني نفس الشيء، يمكن اجمل لعبه اتعملت هي اللعبه اللي اتعملت يمكن عمرو السوليه اعتقد هو اللي عملها فليك كده من فوق الروسي ناس لحسام غالي اللي اندفع استقبلها ولف ولعبها لاسلام محارب اللي سجل منها. لكن زيها بعدها جت لميدو راح شايطها فوق. وقبل كده برضو نفس الشيء في المباراة اللي فاتت برضو ميدو من السكس يارد وراح شايط الكرة فوق. ميدو جابر. انا يعني ما هي النهارده اللي انا بقيس اللعيب بايه؟ نسبة التهديف. بيقاس اللعيب في العالم كله بالذات اللي بيلعبوا في نص ملعب الهجوم من كام فرصة اجيب كام جول؟ جيم كويس جدا افضل بكثير جدا من الجيم اللي فات. برضو لازم نقول ديت عشان طبعا الحق. طبعا احنا بنتكلم على الحاجه المثاليه. لكن النادي الاهلي عمل مباراه عاليه عن المباراه اللي فاتت بشكل كبير جدا، واضحه في تحركاته في خلقه للفرص في الروح والرغبه في الفوز صحيح. موجوده فيها. فدي برضو من ضمن الحاجات. الحقيقه برضو نفس التغييرات اللي عملها احمد ايوب برضو تغييرات منطقيه 100%. يعني الشيخ طه بيتفق مع وجهة نظرنا، المباراة كانت جيدة فيها مليئة بالفرص ولكن يعيبها إهدار الفرص أيضا، ودي بإذن الله تعالج ولكنها الوجوه الجديدة كتر خير الدنيا. يعني ما صحيح. أنت بتؤدي هذا الأداء في ظل تغيير بيبحث على الانسجام. أنت يعني الفرقة دي بالطريقة دي لو لعب المجموعة دي
خمس ست ماتشات هتشوف فرقه تقيله برضه. لكن تعال نشوف الكابتن طارق العشري بيقول ايه ايضا في اون سبورت. يعني لو حسبت نسبه الاستحواذ خلال ال 90 دقيقه يعني ما يقرب من 60% 70% لصالح النادي الاهلي. صحيح. حتى صناعه الاهداف عن طريق الاجناب باختراقات من العمق، احنا شفنا الجون الثاني حتى واحد احد التمريرات الخلفيه وخلف المدافعين، لكن ما فيش شك قدره النادي الاهلي وهدف النادي الاهلي النهارده في الحصول على الثلاث نقاط حدد كبير جدا، لكن ما شفناش يمكن يعني حتى الشيحي وخليل الحمادي حتى مراد باتنا وجوجاك مراد باتنا المغربي الرباعي دول ما كانش لهم اي اثار يعني فعاله على دفاعات النادي الاهلي، بل بالعكس النهارده حسين قام بادوار كبيره جدا، وعلى الرغم من يعني ماتش يعني حسين ده من فتره كبيره ما خدش، باسم برضو يمكن ده تاني ماتش على التوالي في خلال البطوله العربيه ياخد، حساسيه دخولهم في فورمه المباريات محتاج وقت في الشد عشان نحكم برضو ان هو زي علي نحكم زي صبري، محتاجين الولاد دول ان هم ياخدوا بشكل كبير جدا جدا في مباريات متتاليه. فالنهارده هم حدوا من رباعي خط الهجوم بتاع الوحده بشكل كبير جدا، حتى السلطان الغفري في الماتش اللي فات الاولاني مع كان متميز جدا جدا في نص الملعب، النهارده برضو الضغط بتاع حسام غالي والسوليه اجبروا للتراجع في الخلف، كل تواجد الفريق الوحده في التنظيم الدفاعي في الحد من خطوره لاعبي النادي الاهلي، ومع ذلك انت صناعه الفرص للنادي الاهلي في كل شوط لا تقل عن اربع فرص او خمس فرص حقيقيه. صحيح. كان محتاج النادي الاهلي ان هو ياخد ثقه التهديف. لكن ما يبقاش بالعدد القليل ده، ما ينفعش يبقى اثنين، لازم يبقى على الاقل اربع تجوان، على الاقل الاجوان اللي ضاعت ده اقل عدد. طيب شفنا كابتن طارق العشري وكابتن علي ماهر كان رأيهم ايه، نشوف بقى الكابتن زبير باية النجم التونسي الكبير الشهير في قناة ابو ظبي. لاعب محارب في اول مباراة له مع الاهلي يسجل، ومن يصنع له الهدف هو اقدم لاعب في تشكيلة الاهلي الحالية وابرز لاعب صراحة حسام غالي، كان متميز جدا فارق جدا جدا، شخصية الفريق تحسها موجود، الجودة الكواليتي لما يستلم الكرة تحس انه التمريرة يعطي دائما حل زين على الاطراف، كرات طويلة دائما موجود في الكرة الثانية بشكل ذكي جدا، وهذا طلب الكرة من هنا. رحنا في الدقائق الاخيرة من المباراة في العشر دقائق الاخيرة بعد المجهود اللي عمله مباراة كاملة بصراحة ممتاز جدا، عرف الصعوبات متاع ترويض الكرة ومتاع انه زاوية مقفلة، لعب للاعب اللي بوجهه للمرمى، واسلام حارب بالجودة العالية يسجل. انا اعتقد شفنا اليوم كواليتي كبيره عند 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 الاهلي لما يكون حسام غالي بصراحه في حاله اليوم في نص الملعب، يبقى في الهجوم يعني مازال شويه تحفظ، لازم اكثر شويه في الهجوم على اساس يستغل الفرص اللي توفرت له، لانه كم كبير من الفرص توفر للاهلي. باشمهندس حسام غالي بقى عامل زي الموسيقار اللي لا يطرب الا السميعه، الناس الزويقه قوي لا هو له يعني تقدير اللي قاله زبير باية ده على حسام غالي باعجاب شديد، قاله تقريبا قاله طارق دياب في الفاينل لما شكر حسام البدري على الماتش اللي عمله مع الترجي، وقال لحسام غالي انا متشكرك كتير انت متعتني كوره اليوم. شوف حسام غالي ده والله والله العظيم ممتع، هو ممتع ومقصر برضه في حق نفسه. مكانته الكرويه في تاريخ الكره المصريه اعلى بكتير قوي من اللي حاصل من اللي خده هو صحيح. هو يعني انما الصراحه ساعه الجد بتلاقيه يعني النهارده، شوف الكلام الموسيقار اللي ظبط الايقاع وشخصيه الاهلي لا ما انا بقول لك ما حدش وبعدين المجهود يتذوقه ده بيجري وبياخد الثرو باس وبيرجع الكوره للراجل المدافع وراه يعني هو سابق اسلام محارب كمان صحيح. يعني لا طبعا ما فيش بص ما هو انت يعني الجوهره جوهره حتى لو عليها بعض الغبار يعني تعملها كده ترجع تصلع، هو مرجعها لورا الاسلام محارب شايفه شوف استقبلها ازاي وجري ازاي وشق ازاي وقطع ازاي وكلها حاجات خبرات، ده اللي انا بقوله. الماتش بقى بتاع الفيصلي الخبرات دي كانت ناقصه، مين اللي كان يعمل بالهدوء ده ويتصرف بالهدوء ده؟ كان هيروح داخل ولافف في شاي. بس برضو ان اسلام محارب يسجل في اول عوده له، اسلام محارب هو ده نمط لعبه
هو الاختراق والمتابعة في ال 18 من ورا محارب بقى. وبعدين الحقيقة يعني ان رجله كويسة، يعني هو يفضل يفكرك كده بمؤمن زكريا انك فجأة تبص تلاقيه ويخطب جوه. طب تحب تسمع اسلام محارب نفسه بقى؟ نسمع نشوف اسلام محارب في قناة ابو ظبي قال ايه بعد العودة للنادي الاهلي وفي اول مشاركة بيسجل كمان. استاذ محارب نقول لك ما شاء الله، ايش البدايه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول الحمد لله على البدايه وبشكر ربنا طبعا على البدايه الكويسه دي. اهم حاجه ان احنا كسبنا النهارده وثلاث نقط يحطونا بشكل كويس في البطوله وكده ننافس ان شاء الله. بقول بشكر اللعيبه على اداء النهارده والحمد لله. ايش رايك في اداء الاهلي اليوم مقارنه بادائكم امام الفيصلي كده؟ والله هو الاداء بتاع الفيصلي كان كويس برضه، بس هو كان فيه سوء توفيق بس ما بيننا. النهارده الاداء احسن طبعا والحمد لله النتيجه مكسب. بنقول الحمد لله وربنا يكرم الفتره الجايه ان شاء الله. هذا الهدف اكيد راح تبقى له ذكرى خاصه على مر السنين ان شاء الله في السنوات القادمه. تهدي لمين؟ انا بهدي الهدف ده لزوجتي وابني ووالدي ووالدتي، وطبعا بقول الحمد لله على البدايه وكده والهدف الحمد لله. فقدت الامل ولا لسه الامل موجود؟ لا الامل موجود طبعا لحد اخر دقيقه، والنادي الاهلي طول عمره بيلعب على اخر دقيقه. طيب تلعب مع الاهلي وفي اجواء مثل هذه الاجواء، ايش رايك في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي اكبر فريق في افريقيا وطبعا جمهور اعظم جمهور في الكون يعني. انت لاعب كبير يا كابتن، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. طيب الكابتن ايهاب جلال علق بعد عمرو بركات على الجون اللي جابه واحنا نحب، بس انا عايز اتوقف بس عند ايهاب جلال بسرعه كده. يا كابتن ايهاب لك منا كل التقدير، تقديرنا ليك كمدرب ده موضوع على جنب، لا مؤكد ولشخصيتك مؤكد. احنا انا زعلت على المستوى الشخصي منك شويه، لكن اما وان الامور انتهت اعتبرها اصحابه وتقديرك في قلوبنا. وتعال نشوف تقديرك انت لعمرو بركات بقى. إيهاب جلال متحدثا عن هدف عمرو عمر بركة. مش عمرو بركة تاني ليه؟ عمرو ما اعرفش بعد الجول النهارده هيحصل ايه، بس الدبله وقاعد يعني. لكن انا بتكلم على عمرو كلاعب، اعتقد ان هو النادي الاهلي ممكن، اصل عمرو الناس مش فاهمه حاجه، وانا كنت سعيد انه جاب جول النهارده بس كنت عاوزه يجيب بشكل مختلف شويه. لان هو عمرو احسن او اجمد رجل في مصر بدون منازع، صح؟ فده اجمد رجل على طول، اجمد رجل والكره تحت رجليه. يعني لا لا ما بياخدش وقت مرجع يعني حتى رجليه. في المقاولين جايب جوان، يعني لو جت دلوقتي هتبقى جوان يعني حاجات زي كده يعني. فده لاي فرقه، اي فرقه يفيدها حتى حل. لو طبعا حل، وبالذات لو فرقه بتتعمل عليها زون، وده النادي الاهلي طبعا اغلبيه الوقت بيبقى كده. طيب ده راي الكابتن ايهاب جلال. التحكيم في المباراه، يمكن الناس كتيره اتكلمت الاهلي له ضربه جزاء ولا ملوش، الحكم كان عامل ازاي الحكم التونسي. هنشوف الكابتن احمد الشناوي في تحليله للاداء التحكيمي في قناه اون سبورت. اللعبه هنا بقى طبعا، هنا دي ركلة جزاء، لكن هو كان واقف بشكل عمودي على الكورة. لو احنا بس رجعنا بس فريم واحد ورا كده، لحظة لعب الكورة من ورا بس، اهو همشي كده، اهو مشي كده بطيء وهنقف. هو هنا واقف بشكل عمودي فيرتيكال زي ما بيقولوا. طالما الحكم عمودي على اللعبة ما يقدرش يشوف التفاصيل بتاعة العرقلة دي. لما تشوف الإعادة بتاعتها بقى، في الإعادة هتلاقي اللاعب بتاع اهو شايف الرجل، علقت الرجل، لكن هو لو كان في عنده زاوية جانبية كده شوية كان يقدر يشوفها بشكل أفضل. يا أخي أنا مش قادر أفهم، هو اللعيبة ما بتوقفش عمودي غير في ماتشاتنا؟ يعني ضرب الجزاء العمودي ده ما بيحصلش إلا معانا. أنت دلوقتي ممكن جوني ده يطلعك من البطولة. أيوه. أو يدخلك البطولة. أيوه. أو يديك مركز. أيوه. الماتش الأولاني يضيع منك الماتش بأكماله، كان زماننا تأهلنا. يعني لو جون ندفد وضربه الجزاء دول كان زمان الاهلي خلاص تاهل. ايوه. لكن انت يعني اللي بيدهشك ويفضل الناس اللي بتتصيد يتكلموا التحكيم اللي بيجامل الاهلي. فبس دي ملاحظه ان في كل مباراه اهو ماتشين ورا بعض ضربتين جزاء وهدف ملغي للاهلي.
طيب احمد ايوب بقى، احمد ايوب قال للموقع الرسمي قدمنا اداء جيد قدام الوحده، واننا واثق في قدرات اسلام محارب ووليد ازارو المهاجم المغربي اللي الحقيقه قدم مستويات جيده. وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال ايضا للموقع الرسمي الاهلي اهدر فرصا كثيره امام الوحده وجهزون لنصر حسين داي الجزائري اللي هتكون السبت ان شاء الله. يمكن ده بالنسبة للبطولة والمواقفها، لكن حتى الآن الترجي متقدم على المريخ السوداني 1-0، وتم طرد أحد لاعبي المريخ عشان تزداد فرصة الفريق السوداني صعوبة في الشوط الثاني، لكن نهاية الشوط الأول الترجي متقدم 1-0 يا باشمهندس. نرجو أن تظل النتيجة عند هذه الحدود، ونرجو أن يوفق الأهلي يوم السبت إن شاء الله، بكرة قصدي، بكرة الجمعة 9 مساء الأهلي والنصر حسين داي الجزائري. مطلوب إن احنا نعمل اللي علينا. ممكن هذه المجموعة، المجموعة الثالثة، الحقيقة الزمالك أزال بعض الغموض في مجموعته، ولما خرج خلاص هذه المجموعة اللي هي المجموعة الثانية ما حدش فيها هيوصل لست نقاط عشان ينافس على المركز الثاني في مجموعة الأهلي. فبقيت فقط مجموعة الترجي. الترجي مؤهل إن هو يجمع العلامة الكاملة ويصعد. هل حد من أطراف المنافسة اللي معاه هتقدر تدخل على ست نقاط وتنازع الأهلي ربما في عدد الأهداف، لأنه واضح أن لائحة البطولة في حال التساوي فرقتين من مجموعة واحدة في نفس الرصيد ما بينظرش للنتيجة البينية فيما بينهم عملوا إيه مع بعض، بينظر لفرق الأهداف العامة. فأيضا في حال تساوي فرقتين في مجموعتين يعني الأهلي هيوصل بإذن الله للنقطة السادسة، ممكن يبقى في حد تاني في المجموعة الثالثة وصل للنقطة السادسة. يا أستاذ إبراهيم، ساعتها نشوف فرق الأهداف عاملة إزاي. لو خلصت النتيجة زي كده أو حتى تعادل، ما حدش هيوصل للنقطة السادسة، ما حدش عنده الفرصة يوصل للنقطة السادسة غير الأهلي. لو الترجي كسب المريخ أو تعادل معاه. والمريخ عنده كم نقطة؟ نقطة. نقطة. طيب. لو خسر فضل عنده نقطة. ولو تعادل؟ هيبقى نقطة، هيبقى نقطتين وعنده ثلاثة، يبقى خمسة. أقصى حاجة يجيبها خمسة. طيب، في حد هيجيب أكتر من خمسة؟ لا. الأهلي الوحيد اللي عنده فرصة، يعني أرجو إن النتيجة تستنى كده. ها؟ يا طب ما نقول لهم يلعبوا ماتش من شوط واحد وخلاص. يعني يبلغ النبي لو سمحت. عمنا من الوسط يقول لهم يلعبوا شوط واحد. كفاية بقى. يا رب تخلص كده. كل التوفيق للأهلي بكرة إن شاء الله قدام نصر حسين داي، وصدقوني البطولة فيها مكاسب كتيرة. بلاش نبص يعني الاهلي بدلك في ماتش الفيصلي خسر وما كانش يجب ان يخسر لاسباب كتيره قوي، لكن الجهاز الفني عنده فرصه بيدفع ببعض اللاعبين الجداد، كانت فرصه ان وليد ازار يخش في القايمه على طول، اسلام محارب ينسجم سريعا في الفريق، عمرو بركات يكشف عن نفسه، كمان معظم العناصر حتى اللي ما كانتش خدت من فتره طويله بدأت تاخد فرص، في مكاسب، أكرم توفيق خد فرص، بقية اللعيبة بدأت تاخد، فدي مكاسب جانبية كتيرة. ده فوز الفيصلي على النصر حسين داي. الفيصلي الحقيقة من البداية الناس ما كانتش واخدة بالها منه، يمكن كتير كان مستسهل. لا بس هو ماتشنا الحقيقة، عشان بس نتكلم، هو فوز يعني فوز غير معبر عن المباراة يعني. لكنه فوز. معلش احنا بنقول ان الظروف كانت ايه يعني. طيب ده كده العرس العربي اللي اقترب من خط النهايه، وبكره يا رب باذن الله يعزز الاهلي فرص وجوده في البطوله بفوز يقربه باذن الله من التاهل. الاستدراك والازمه بين الاهلي واللجنه الاولمبيه كلام مهم. الكلام في اللوائح دايما والحاجات الاداريه قد يبدو للعامه دمه تقيل شويه، لكن الناس اللي بتحب الاهلي لازم أن تبقى عارفة أنه دي ملامح مستقبل الأهلي. كل اللي بيحصل الدنيا هتمشي إزاي وهتمشي بأنهي شكل، ويعني إيه اللائحة، وإيه الأزمة بين اللجنة الأولمبية، وإيه حدود سلطات اللجنة الأولمبية، وليه دلوقتي بقت في لجنة أولمبية متدخلة في شؤون الأندية. ده كلام كتير جدا وجوابات رايحة وجاية وإعلانات واستدراكات. وإيه سبب المشكلة واللخبطة اللي حصلت دي؟ يعني إحنا لازم نشوف برضو كل المستندات، لان لو اللجنه الاولمبيه هو العنوان ده جه ليه؟ لان الاهلي شاف جواب درسه من الناحيه القانونيه، لان من حقه يعمل. سيبك بقى، احنا بنتكلم عن الناحيه القانونيه، ما بنتكلمش
اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. بنتكلم من الناحيه القانونيه، الاهلي مارس حقه في تفسير الخطاب الاول. طيب انت رجعت بعد كده استدركت انت كمان، انت ورحت بعت جواب محدد جدا اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه حددت الزمان والمكان وطريقه الانعقاد وكل الحاجات الغامضه اللي كنت سايبها، اللي هو استدراك على الاستدراك. فانت لو كنت ابعت الجواب ده من الاول ما كانش الاهلي هيستدرك. فهمني لماذا كل هذا الاستدراك وهذه الاستدراكات الكثيره جدا من هذا وذاك. بعد الفاصل نلتقي صديقي العزيز الدكتور ياسر ايوب عشان نشوف الاوراق اللي معاه فيها ايه بالظبط. اهلا بحضراتكم من جديد، وانا استاذنكم في ان احنا نقلنا بقى للصالون لان معانا ضيف مهم. ولا يا باشمهندس؟ ما انت سرقتني، انا كنت عايز اقدمه. البيت بيتك بقى، اتفضل. معانا واحد من الناس فلاسفه الاعلام، راجل بمجرد دخوله ل يعني منظومه العمل الاعلامي في النادي الاهلي انا شخصيا ارتحت. الدكتور ياسر ايوب صاحب القلم الرشيق والفكر العميق. اهلا بك. اولا انا سعيد ان انا يعني استاذ ابراهيم منيسي ده صديق عمر وزميل عمر حبيبي يا دكتور، استاذنا كلنا ربنا استاذ عدلي القيعي، وان انا سعيد ابقى موجود في برنامج يعني من اقوى البرامج الرياضيه مش بس في قناه الاهلي لكن في كل الشاشات العربيه. يعني اهلا بك يا دكتور. وما ينفعش الدكتور ياسر ايوب ما يكون موجود معانا والمناقشه تكون على السطح، يعني على السطح اللي نقدر نعملها مع حد تاني. خلينا ننزل معاك للعمق شويه ونقول ازمه بين الاهلي واللجنه الاولمبيه في هذا التوقيت بسبب لائحه استدراك ثم استدراك للاستدراك، وكان الامور كلها في حاله استدراج لازمه، واحنا بصدد مرحله جديده وصياغه لوائح جديده. هذا المشهد مبدئيا انت شايفه ازاي؟ بص يا استاذ ابراهيم، هي حضرتك هي اولا هي مش حرب، ما هياش خناقه وما هياش لا بالصريخ ولا بالصوت العالي ولا بالدراع. تمام. هي بالمنطق. الاهلي عايز يعمل لائحته الخاصه. تمام. في ناس مش عايزه الاهلي يعمل لائحته الخاصه. اختلفت اسبابهم، في ناس مستكتره ده على الاهلي، في ناس شايفه انه مجلس اداره الاهلي الحالي لا ينال هذا الشرف او هذا الحق. وفي ناس اللي هي بتهاجم مجلس الاداره طول الوقت، سواء عمل لائحه، عمل جاب لعيب، دي ناس مهمتها انها تهاجم النادي الاهلي. والحقيقه باختصار شديد جدا، الاهلي في بدايه الامر تسامح في اشياء. وانا لو يعني استاذن حضرتك اشرح انه انت قلت لي الاستدراك وسخريه من الاستدراك بتاع النادي الاهلي. اللجنه الاولمبيه المصريه، لا لانه اللجنه الاولمبيه زي ما المهندس عدلي اشار هي استدركت، سميتها استدراك. الاستدراك ليه؟ لان لو جواب اللجنه الاولمبيه الثاني اللي اتبعت النهارده ده بهذا التحديد قوي ما كانش الاهلي هيحتاج للاستدراك. بالظبط. انت سبتني في جواب مبهم عام. عايز اقول لحضرتك انه اللجنه الاولمبيه استدركت 5 مرات. مش كده؟ 5 5 مرات. طيب. كل مره يفتكروا انه في حاجه او تحصل مشكله او يحصل لبس في الامور فيبعتوا جواب تاني. ده من رزق الجرايد بقى، من رزق الجرايد ومن رزق الناس. بس هي اصل المساله كلها بدات بغلطه. القانون الرياضه الماده الرابعه اللي هي بتاعه اللائحه الاسترشاديه، الماده التي اضيفت فجاه وفي بعد يعني او قبل منتصف الليل على قانون الرياضه قبل اعتماده من البرلمان وتصديق عليه من رئيس الجمهوريه، اللي هي بتاعه اللائحه الاسترشاديه. عشان هم بيعملوا حاله من الماده دي بتقول ايه عشان برضو المشاهدين احنا ممكن نبقى عارفين بتتوقع ان احنا بنناقش الماده الرابعه ديت. احنا عايز المشاهد يمشي معانا خطوه خطوه. الماده الرابعه دي قالت ان اللجنه الاولمبيه المصريه هتضع لائحه استرشاديه للانديه، وان كل نادي يعقد جمعيته العموميه الخاصه ويحط لائحته عشان يا اما اذا اراد ان يعدل عليها يعمل لائحته الخاصه، او اذا لم تكتمل الجمعيه العموميه لاي سبب او لاخر يبقى اللائحه الاسترشاديه بقت ملزمه في نموذج للنادي. ملزم بالظبط. اذا
اللجنة الأولمبية حطت هذه المادة ودت نفسها الحق انها تضع اللجنة اللائحة الاسترشادية، ولكن قالت اللي عايز يغير بقى يبقى يغير بشروط بنصاب قانوني ويتعمل اللي هي المرحلة الثانية اللي هتشرحها لنا. انا بس عايز المشاهد يتسلسل. لا ده انا لسه ما وصلتش لده. القانون عارف حضرتك لما اجي انا بعمل زي ترزي وفصلت جيب ونسيت جيب، فانا زودت المادة الرابعة دي في القانون ونسيت اشيل مادة اللي هي المادة مرتبطة الثالثة في الباب الاول بتقول من حق اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية أن تضع لوائحها الخاصة بما لا يخالف الميثاق الأولمبي. تمام. ده في القانون. أي. أنا بقى عايز أسأل السادة القانونيين، لو أنا عندي في قانون واحد مادتين متعارضتين أختار أي مادة فيهم على أي أساس؟ طيب. يعني النادي الأهلي من حقه دلوقتي يضع لائحته الخاصة ويرسلها للجنة الأولمبية والجهة الإدارية ويقول لهم أدي لائحتي، هيشوفوا إذا كانت مخالفة للميثاق الأولمبي ولا لأ، وبعد كده تعتمد وفقا للمادة الثالثة من الباب الأول في قانون الرياضة المصري. دون الحاجة المادتين متعارضين في نفس القانون، فالأهلي تسامح وقال لا لحظة تسامح، لكن أي نادي غير الأهلي أو حتى الأهلي نفسه لو حب يتشبث هيقدر يتشبث. ما انا هقول لحضرتك ان الاهلي تسامح باعتبار انه عايز الامور تمشي وعايز الرياضه تمشي والقانون يفعل. يا دكتور اللائحه مش محطوطه للنادي الاهلي. لا اللائحه محطوطه للكره الاهليه والقانون مش محطوط للنادي الاهلي. بالظبط. اذا مادتين متعارضتين في القانون، ده وضع غريب جدا، وازاي فات على لجنه ال بتاعه القانون ولجنه الرياضه في مجلس الشعب هذا الامر؟ يعني عايز اقول لحضرتك الماده 36 من قانون الرياضه، ده قانون الرياضه، وعايز اقرا لحضرتك الماده 36. تتولى اللجنه الاولمبيه تنميه الحركه الاولمبيه في جمهوريه مصر العربيه وتعزيزها وحمايتها وفقا لاحكام الميثاق الاولمبي، وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الاولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط، وبعدين تتولى انها استضافه او طلب استضافه الدورات الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه وفقا لهذا القانون هي لجنه تتكون من اتحادات هي جمعياتها العموميه وتباشر اعمال الاتحادات بما لا يخالف الميثاق الاولمبي. اللجنه الاولمبيه حسب القانون المصري لا علاقه لها بالانديه. اللجنه الاولمبيه حسب الميثاق الاولمبي لا علاقه لها بالانديه. اللجنه الاولمبيه لا تتعامل مع الأندية، النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو أي نادي آخر في مصر ليس عضوا بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، وبالتالي كيف تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة تلزم بها هذه الأندية رغم أنه لا علاقة. أنا سألت مش الوضع اللي هيحسب وضع اللائحة، لأن ده حق هم خدوه بطريقة أنت قلتها فيها 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 فوضى. في تعارض او مش تعارض، في تناقض. لكن هما يقول لك ايه، من زمان من كنا نقول لهم هو اللي كل حاجه تهددونا بالاتحاد الدولي هي الانديه تبع اللجنه الاولمبيه، كان التفسير اللي يقول لك ما هو الاتحادات اللي بيجيبها جمعيتها العموميه الانديه، ومن ثم يبقى عضو الاتحاد اللي هو جمعيه اللجنه الاولمبيه العموميه هو من الاول منتخب من جمعيه عموميه. بناء على يعني بناء. تدرج هرمي. ها طيب النص اللي انت بتقول عليه ده اهميته اكتر من مين جمعيتك العموميه، ده بيحدد لك دورك، ده بيقول لك 1 2 3 4. هو على حسب التعريفات في القانون المصري، اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي. ده تعريف اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون. أيوه. اللي هي اللجنة الأولمبية. بعدين يا أستاذ عدلي زي ما حضرتك عارف هو حط كمان في التعريفات الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع دائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية. إذا هو ما لو كان عايز يخلي اللجنة الأولمبية قانون هي اللي بتضع اللوائح وهي اللي بتدير، ما كانش حط اللجنة الأولمبية المصرية تعريف وحط للجهة الإدارية
تعريف. بس ربما للرابط الحكومي، لان انت في النهايه في الاول وفي الاخر دلوقتي انا بتعامل مع مين؟ ما هو هنا في التباس يا استاذ ابراهيم. يعني انا بناقش مناقشه يعني اكاديميه ملاش دعوه يعني دلوقتي بهجوم ودفاع عن حد يعني. لا انا عايز ادي اللجنه الاولمبيه اختصاص الاشراف، عايز انقل قطاع البطوله من تحت ولايه الوزاره، انقله على اللجنه الاولمبيه. تمام. ما انا مختلف مع حضرتك. لا انا بتكلم لو انا عايز اعمل كده، الصياغات اللي انت بتقولها لا تؤدي الى هذا بشكل مباشر. يعني انا عايز اقول ان بدل الوزاره ما تبقى مسؤوله على الانديه على الهيئات، لا عايز اخليها اللجنه الاولمبيه. طيب ما قلتش كده صراحه ليه؟ ما هو قيل لنا في البدايه انه الدوله او الحكومه او وزاره الرياضه عايزه تمنح الاستقلاليه للهيئات الرياضيه، وان كل نادي وكل اتحاد يضع لائحه بس مخصصة. في بند عندك هنا في القانون بينقل التبعيه للجنه الاولمبيه؟ لا، ما ده اللي انا بقوله يا استاذ ابراهيم، غريبه شويه. القانون ادى الحق للنادي انه يضع لائحته. طبعا هنجيلها دي. انا بقول حق للجنه الاولمبيه المصريه. طيب يعني اللجنه احنا تبع مين دلوقتي يا دكتور؟ واللجنه ومن ثم خلف الستار تبع مين يا استاذ؟ الوزاره. كلاهما لا ينكر انه اي نادي او اي اتحاد هو ده حق وضع اللائحه الاسترشاديه، وضع لائحه النظام الاساسي. فقط تم وضع لائحه استرشاديه كبديل فيما لو لم يكتمل النصاب القانوني. ليه؟ لانه انا سمعت شرح الوزير ليها وشرح الدكتور علاء مشرف برضه كان معانا. وهو القانون دكتور في اللجنه. القانون الزمك انه مع صدور القانون واعلانه خلال 4 شهور يتم توفيق كل الاوضاع القانونيه في كل الهيئات الرياضيه. 4 شهور. طيب في خلال ال4 شهور كل نادي وكل اتحاد وكل هيئه رياضيه لازم أن يحط لائحه النظام الاساسي اللي هيشتغل بيها. طب انت هتدعو لجمعيه عموميه عشان تحط لائحتك، لم يكتمل نصابك، ما جاش حد خالص، تعمل ايه؟ وانت عندك سقف قانوني يقول لك ال4 شهور بموجب صدور القانون لغايه تاريخه اول نوفمبر تكون الانتخابات معموله. طيب في نادي صغير او كبير، اتحاد صغير او كبير، لم تنعقد جمعيته، ايه الصيغه القانونيه اللي هيدعو على اساسها الانتخابات؟ هينتخب على اي اساس؟ فقال لك كحل بديل، انا بديله حتى كان لفظ استرشادي مش ارشادي. انا ليك ان انت تطلب ان انت تسترشد بيها، وليك ان انت تستغنى عنها وترميها في سله المهملات لو اكتمل نصابك القانوني ووضعت اللائحه اللي انت عايزها. هم حتى ما بيتكلموش خالص في اي بنود، حط لائحتك اللي انت عايزها، فقط اعقد جمعيه عموميه. اعقد جمعيه عموميه وفقا للنصاب اللي هم حددوه. عليه خلاف، ناس تقول لك 8% نسبه كبيره، ناس تقول لك في انديه عدد زي النادي الاهلي او نادي الشمس عددها كتير، فالنسبه محل خلاف، لكن الاصل في المساله هذا حق مطلق لكل جمعيه عموميه. طب ده سبب الاضطرار لوجود نموذج استرشادي. استكمل مع حضرتك يا استاذ ابراهيم مسلسل الفوضى والعبث. احنا بس مبدئيا مقررين ان كل الكراسي حمراء، ولكن خلينا باللسان يعني محافظين على الحاله الحواريه. انا هستكمل مع حضرتك مسلسل. طب الاول عشان بس الناس بتفهم. الانديه تبع مين؟ قولا واحدا كده، لان هي دي البدايه. القانون حط الانديه تبع مين؟ اللجنه الاولمبيه ولا الوزاره؟ القانون قال النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية. تبع مين بقى؟ مين المفترض الكلام الذي قيل أنه النادي ملك جمعيته العمومية، هي اللي هتضع لها. محدش بيشرف عليه؟ محدش بيشرف عليها. يعني دلوقتي بدليل أنه المادة، بقول لحضرتك المادة الثالثة في الباب الأول قالت، هجيبها لحضرتك، تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن
على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لها. ده قانون. طيب أرجو أن احنا إيه ما يستغرق. لا ده أنا هروح. لا لازم يستغرقنا إبراهيم، هي دي مربط الفرس. كويس. أنا منين جت ولايتك للوزارة أو منين جت ولايتك للجنة الأولمبية؟ هي دي. وبعدين إذا كانت ولايتك للجنة الأولمبية سلطتها عليك عندي إيه؟ قانون حدد لي أن اللجنة الأولمبية لا سلطان لها علي كنادي بحكم القانون. أنا لست خاضعا للجنة الأولمبية المصرية ولست عضوا بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية. أنت عارف معنى كلامك ده إيه؟ أن الجواب اللي جاي النهاردة غير ملزم للنادي الاهلي. طبعا طبعا طبعا. طب احنا نسينا نسال، هو احنا هنعمل الجمعيه العموميه يوم ولا يومين ولا فرع ولا مكانين؟ النادي الاهلي يعني اخر قرار اخر موقف للنادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي استجاب لكل المطالب بانه يعمل لائحته الخاصه ويعمل استفتاء عليها والاعضاء الجمعيه العموميه اللي هم اصحاب الحق الاصيل للحديث باسم النادي الاهلي يا اما يقبلوا هذه وهو ده اللي ينبغي ان يكون او لا يقبلوا. الأهلي تسهيلا على أعضائه وأعضاء عددهم ضخم جدا أنه يتعمل الجمعية الخاصة في مقرين للنادي الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر. أولا أستاذ عدلي دي جمعية خاصة تعقد لمرة واحدة استثنائية، معنى أنها جمعية خاصة تعقد لمرة واحدة أنها ليست ملزمة لا بالإجراءات السابقة ولا بالإجراءات اللاحقة لجمعيات العمومية العادية أو غير العادية، لأنه لو كان القانون يقصد أنها جمعية عمومية عادية أو غير عادية كان اشترط أو قال هي دورية الانعقاد يا دكتور، هي اسمها جمعية عمومية خاصة. طيب دورية الانعقاد هنا العادية جمعية سنوية وغير العادية جمعية طارئة لظرف طارئ، الجمعية الخاصة جمعية استثنائية لظرف استثنائي، هو احنا ظرف استثنائي بالضبط، هو بيخضع للشروط العامة. ده تفسير الوزارة واللجنة الأولمبية. يعني مثلا هقول لك على حاجه ضمن الشروط العامه انه اللي ليه حق الحضور اللي مسدد الاشتراك واللي مضى على عضويته سنه هل في الجمعيه الخاصه يمكن لواحد ما سددش الاشتراك يحضر؟ لا. يمكن لواحد عمل عضويه الشهر اللي فات يحضر؟ لا. بس هو دي هو شروط، هو في صياغته بقى، فبالتالي انت بتخضع الشروط العامه للحاله الخاصه. ده هو في صياغته بقى قال انه 12,500 ممن لهم حق حضور الجمعيه العموميه من اجمالي عدد الاعضاء العاملين في النادي. لا من اجمالي العميل. عدد الاعضاء العاملين. ليه؟ لان هو بيفترض يعني لو افترضنا ان انت حضرتك قلت 8% هو ما طلبش 8% بس لو حضرتك حددنا لا هو كم عدد الاعضاء اللي سددوا اشتراكاتهم في النادي الاهلي قبل الجمعيه بتاعت 25/8 هنكتشف انه النسبه المطلوب حضورها 17%. لا ما انت مش عارف كم واحد هيسدده الشهر الجاي. بالظبط، هي سايبها مفتوحه. يعني انا بتكلم حتى هذه اللحظه سايبها مفتوحه علشان عايز انا عايز في ناس كل يوم هتجدد. هي في حته هربانه. عايز ارجع بحضرتك لنقطه واحده انه انا هعمل الجمعيه العموميه ديت على انهي لائحه، لانه القانون قال لي انه اللائحه الاسترشاديه ديت هتبقى ساريه في حاله واحده، انه الاهلي يدعو لجمعيه عموميه خاصه ما تكتملش او الاعضاء يرفضوا او التلتين او ما ياخدش او ما ياخدش تكتمل ما ياخدش التلتين طب حيث ان اللائحه الاسترشاديه حتى هذه اللحظه وحتى 25/8 لسه مش لائحه ملزمه لي فانا هعمل الجمعيه العموميه هدعو ليها على اساس ايه؟ على اساس اللائحه الساريه حاليا. ما هو ده جزء من مسلسل العبث. طبعا خلاص في مشكلة قانونية وإشكالية بره إيدينا، دي عايزة ناس قانونيين يقولوا لنا الموضوع ده يتحل إزاي، إلا إذا جابوا لنا حد بقى من اللجنة الأولمبية والله يقولوا يدافع عنه أو خبير لوائح أو لا. طب ما تاخد خبير لوائح. ما هو أصل خبرة اللوائح مين؟ الدكتور محمد فضل الله. يا دكتور محمد مساء الخير. خير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك والأستاذ عادل والدكتور ياسر. تحياتنا لحضرتك ولعلك متابع. انت سامعنا ولا مش سامعنا يا دكتور؟ انا اشتركت اساسا في وضع وصياغه لائحه الاهلي. ايه كويس قوي الدكتور بيقول لك شاركت في وضع لائحه الاهلي. احنا ما دخلناش لسه في لائحه الاهلي، احنا واخدين التباس دلوقتي هل من حق اللجنه الاولمبيه تعمل لائحه استرشاديه ملزمه ولا لا، وهل من حق من حقها تحدد لي الطريقه اللي ادعو بيها الجمعيه العموميه ولا لا؟ هي دي الاشكاليه اللي احنا اول خطوه.
شوف حضرتك طبعا يمكن احنا حضرت اجتماع الاهلي وكان الدكتور ياسر ايوب حاضر هذا بوجود المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. وفي هذا الاجتماع تم مناقشه الامر برغماتي بناء على الخطابات التي ارسلت من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه في شهر 6 ثم بعد ذلك الخطاب الاخر في اتجاه في شهر 8. وكانت تلك الخطابات لا تستطيع ان تلزم النادي الاهلي بتحديد مكان للانعقاد او توقيت الانعقاد او مده الانعقاد. لان بصريح النص الماده 4 اللي في القانون لم يخول اللجنه الاولمبيه فيما يتعلق بهذا الاجتماع الحق الا فيما يتعلق بتحديد النصاب. تحديد النصاب في القانون بصوره الزاميه للجنه الاولمبيه الوطنيه وطريق الفرض على الهيئات الاهليه مخالفه صريحه للميثاق الاولمبي، لان الميثاق الاولمبي لم يحدد او لم ينظم فكره التدخل الحكومي بصوره مطلقه، بل هو نظم فكره تدخل اي سلطه ايا كانت هذه السلطه لجنه اولمبيه او اتحادات رياضيه في عمل اداره الاعمال المرتبطه بالجمعيات العموميه للمؤسسات الرياضيه وفقا للقواعد الدوليه وفقا لصريح نص القانون الجديد للرياضه. المؤسسات الرياضيه سواء لجنه اولمبيه او اتحادات او انديه هي كلها سواء، وبالتالي لا يجوز فرض سلطه على سلطه الجمعيه العموميه لاي مؤسسه من تلك المؤسسات. ولكن الاهلي زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ عادل وقلت ان الاهلي بعد عن هذه الامور ولم يتكلم في قضيه مخالفه الماده 4 لاحكام الميثاق الاولمبي. انا كلجنه اولمبيه من الممكن ان اضع لائحه استرشاديه وان انا اقول لهم ان النصاب بتاعها الاحتمال يكون كذا، ولكن بصوره او باخرى لا استطيع ان الزم تلك الانديه او الاتحادات انه في حاله عدم اكتمال النصاب ان تكون اللائحه الاسترشاديه هي اللائحه الساريه الواجبه التطبيق. امال في الحاله دي يبقى ايه الوضع؟ اللائحه اللي اعدتها المؤسسه. ما هو اللائحه اللي اعدتها المؤسسه لما اكتملش النصاب القانوني، اولا مين اللي هيقول النصاب القانوني؟ هل المؤسسه ولا اللائحه الاسترشاديه؟ الاصل المؤسسه. وادي لحضرتك مثال، يعني افرض ان انا قلت 500 عضو انا في مؤسسه. في ازمه الكويت الاخيره فرضت اللجنه الاولمبيه الكويتيه نصابا محددا على المؤسسات الرياضيه. اللجنه الاولمبيه الدوليه قالت لها لا تستطيع ان تفرضي نصابا محددا على تلك المؤسسات. الامر الاخر، احد فقط يجيب لي مثالا واحدا في العالم للجنه الاولمبيه الدوليه انها فرضت على اتحاداتها الدوليه التي تكونها اي نوع من انواع التدخل في النصاب او في تحديد الاجتماع او في مكان الاجتماع او في طريقه التصويت في الاجتماع؟ هل تستطيع اللجنه الاولمبيه الدوليه ان تذهب الى الاتحاد الدولي لكره القدم وتقول له ان نصاب جمعيتك العموميه كذا وان اجتماعها بالطريقه الفلانيه وان التصويت فيها بالطريقه الفلانيه؟ اذا كان يريد القانون ان يعطي هذا الحق للجنة الأولمبية المصرية كان عليه أن يقول وللجنة الأولمبية فرض النصاب وتحديد موعد الاجتماع وطريقة انعقاده وتوقيت اجتماعه والتصويت على جدول أعمال عشان تقفل هذا. طيب الوضع كده يا دكتور، تحديد النصاب إشكالية. الوضع كده، الجمعية العمومية للنادي صاحبة الحق الأصيل حتى في تحديد النصاب القانوني لصحة انعقادها؟ طبعا مجلس اداره الهيئه، المجلس مش الجمعيه، لان انت اعتبرت ان الجمعيه ما اجتمعتش، فبالتالي احنا محتاجين ايه هو النصاب القانوني؟ هنخرج اللجنه الاولمبيه من المسؤوليه، ما هو النصاب القانوني لصحه انعقاد جمعيه؟ هقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، الخطاب الاخير اللي وصل من اللجنه الاولمبيه او اللي تم نشره معرفش وصل للاهلي ولا لا، والكلام ده احنا ناقشناه واحنا بنصيغ اللائحه اللي هم استدركوا فيه اخيرا وقالوا فيه اجراءات وفيه وفيه وفيه، اخر جواب. بالمناسبه دي برضو قبل ما انسى ان اللائحه تم مراجعتها وصياغتها وقواعد الاجراء من قامات قانونيه شرفت ان اكون معاهم سواء كان الاستاذ رجاء عطيه او المستشار عبد المجيد محمود، واللائحه فعلا طالب باسم النادي ده. تعالى خلينا بقى في الاجراءات دي اللي قالتها اللجنه الاولمبيه. احنا دلوقتي امام بتقول لي ان انت وفقا للقواعد الانتخابيه في الدستور وفي الكلام ده التصويت والاقتراع اشار اليه المشرع بلفظ محدد يوم او اكثر. تمام. لكن انت ما قلت
قلتليش ان هناك اختلاف كبير بين الاجتماع والاقتراع. الاجتماع من الممكن ان يكون ممتدا يوم يومين ثلاثة، اما الاقتراع فهو امر مباشر. تمام ادي واحد. نمرة اثنين، هل بالدستور عندما تدعو للتصويت على الدستور تلزم انه اذا لم يخرج 20 مليونا لا يعد بالتصويت صحيحا؟ لا طبعا مفيش. انت بتخرج بتقول والله ان الموافقة هتكون باغلبية من قالوا نعم من الذين لهم حق حضور التصويت في الدستور. اذا من الناحية القانونية الاهلي يعقد جمعيته العمومية في المقرين او في الثلاثة، هو حر يعمل. كان في ثلاث سيناريوهات تم عرضها، اما ان تكون الجمعية العمومية منعقدة في الثلاث مقرات في توقيت واحد يوم الجمعة من 9-7 مدينة نصر، الاهلي، الجزيرة، الشيخ زايد، ولكن كانت سلبيات هذا الامر ان الناس تخوفت. وللصراحة مجلس الإدارة شهادته حق للتاريخ، أنا لست عضوا عاملا في النادي الأهلي ولا أعمل في النادي الأهلي وأنا بعمل ولا أعمل في أي مكان له مصلحة في الرياضة في مصر. تمام. مجلس الإدارة عندما جلست معه قال لي بالحرف الواحد مهندس محمود طاهر: يا دكتور محمد، نحن نضع لائحة تليق بالنادي الأهلي. تمام. للنادي الأهلي. تمام. ليس هو مجرد من أي هوى، فدي شهادته لهذا الرجل. تمام. الأمر الآخر كان السيناريو الثاني، كانت مشكلة السيناريو ده إيه؟ إن ممكن أستاذ إبراهيم المنيس يصوت في مدينة نصر، ياخد عربيته ينزل في الجزيره يصوت، او تاني يوم نعمل بطاقه قلنا نعمل بطاقه انتخابيه معاك. ما يلزم ان العضو ياخد البطاقه الانتخابيه، فبالتالي لو نساها ما اقدرش ان انا ما ادخلهوش ومش هنقدر نجيب الكشتات. قلنا نعمل ان احنا يبقى في موضوع التصويت الالكتروني، ان انت بتخش وبعد كده بيحجب اسمك في حاله عمليه التصويت لان مكلف وصعب جدا ولن تستطيع. هو ده الحل، بس طبعا مكلف مش الوقت ضيق. فجينا السيناريو الافضل ان انت طالما ان انا جات لي جواب اجراءات ما قاليش تعمل ايه في الاجتماع، وانا ملتزم بالجوابات اللي جت قبل دعوه الاهلي، كل ما جاء بعد دعوه الاهلي للاجتماع الجمعيه العموميه لا يعتد به قانونا وواقعيا ودوليا واولمبيا وكل شيء. تمام؟ وهذه الخطابات لو طلعت للجنه الاولمبيه الدوليه التي تلزم فيها اللجنه الاولمبيه المصريه هذه الجمعيات بان هذه الانصبه اذا لم تكتمل فان هي ملتزمه بلائحتها مخالفه للنطاق الاولمبي واحكامه. فكان السيناريو الاخير هو ان الجمعيه تنعقد على يومين الجمعه والسبت في مقرين نادي الكبار تسهيلا للاعضاء، لانه لا يوجد منطق. انت بتقول لي 12,500 دول عشان يجي 20,000 واحد في اهل الجزيره بعربياتهم وسياراتهم واولادهم عشان يصوتوا، جيبهم ازاي؟ هيقعدوا فين؟ السؤال بقى، انت كلجنه اولمبيه عاوز الناس تيجي ولا مش عاوز الناس تيجي؟ لو عاوز الناس تيجي تسهل في عمليه الاقتراع والتصويت. لو مش عاوز الناس تيجي تعقد في عمليه الاقتراع والتصويت. ومن التسهيل في عمليه الاقتراع والتصويت ان تسمح لجانب متعدده باعضاء طالما ان هناك والنادي الاهلي. طب انت ما جاوبتش حضرتك على الحته الاجرائيه، ازاي اضمن اللي هنا مش هيتكرر الحضور؟ يعني انت طرحتها كمشكله الكشفه ما انت حضرتك في مدينه نصر يوم الجمعه في السبت يوم في الجزيره، فاللجنه هيبقى فيها كان الاتفاق من الوهله الاولى ان باشراف قضائي كامل والقاضي هيبقى موجود ويحرز محضر اللجنه ويقفل اللجنه زي انتخابات الرئاسه وزي انتخابات مجلس الشعب بتتعمل على كذا يوم، واخد بال حضرتك؟ ورئيس اللجنه بياخد المحضر ويحرزه تحت عهدته القانونيه والقضائيه لا بس دكتور محمد في الانتخابات بتاعه مجلس الشعب او الرئاسه او كده الناس متقسمه على لجان اوريدي، ما يقدرش يروح في لجنه غير لجنته واسمه موجود في لجنته. هل الاجراء ده هنقدر نحكمه؟ طبعا مش هتقدر تحكمه لان لكل لجنه قاضي معاه محضر. لا من القاضي لا انا دلوقتي عضو نادي عندي كارنيه، هتقول لي انت في مدينه نصر ولا في الجزيره كذا؟ لا اعضاء مصر هتبقى اعضاء مدينه نصر. مفيش حاجه اسمها اعضاء مدينه نصر يا دكتور. في السيريال نمبر بتاع الكارنيه مش مفصوله. أنا ممكن اشرح؟ انا هقول لحضرتك اعضاء مدينه نصر والجزيره هيتم ترتيبهم وتسلسلهم رقميا وفقا لطبيعه اللجان.
تمام؟ ازاي؟ يعني ايه المعيار يا دكتور؟ يعني الابجدي، الابجدي يبقى يعني انا ممكن اروح انا الاقي نفسي في مدينه نصر؟ هي يا استاذ عدلي لجنه قضائيه واحده. سيبك من القضائيه، مش دي اللي لا، ما انا هشرح لحضرتك. هشرح لحضرتك، لجنه قضائيه واحده، هتروح يوم الجمعه في مدينه نصر. كلام جميل. الاعضاء يا دكتور، كل كسوف الاعضاء. كويس. اي عضو في النادي الاهلي يقدر يدي صوته في مدينه نصر يوم الجمعه. تمام. وممكن هيمضي قدام اسمه في الكشوف. الكشوفات دي هتنطبق، ممكن يتخرم الكارنيه بتاعه ان هو راح يجي كاجراء، فمش هيقدر يمضي تاني. كل الصناديق دي تحت اشراف القضائي وتحت حراسه الشرطه، هتنتقل للجزيره. مين اللي بيحدد بقى الاشراف القضائي؟ مين اللي بيختار القضاه؟ النادي هيبعت خطاب النهارده، كان النادي هيطلب مكالمه تليفونيه مع اللجنه الاولمبيه، فوضت الجهه الاداريه انها انا بكلمك لان دخل بقى الجهه الاداريه، هو ده المحظور اللي احنا بنتكلم فيه، لانك في النهايه هتلاقي في دور للجهه الاداريه، بحيث انه اوان ما فيش حد اصلا. انا لو عرفت اخرج اسم النادي الاهلي من الموضوع بالظبط ممكن اقدر اناقش القضيه، لكن طول ما هو اسمه النادي الاهلي ما يعني فكره انك تسيب حد في مؤسسه هو من A to Z بيعمل القصة وبيحدد مين المشرف والمكان والطريقة، ها، بدون ريفرنس أو مرجعية، دي فكرة ممكن تبقى في النادي الأهلي تمشي بشكل سليم لثقافة النادي الأهلي ولطبيعة المسؤولين في النادي الأهلي ومكانتهم، لكن مش مضمونة في أماكن لكن أخرى. في أماكن أخرى يعني خرجنا من بره النادي الأهلي عشان نعرف، مش مضمونة في أماكن أخرى. ما هو علشان كده قال في الأول جواب قبل الاستدراكات الكتير بتاعت اللجنة الأولمبية المصرية، قال توضيحا وتيسيرا للإجراءات فيما يخص التسجيل. ده مين اللي قال بقى؟ اللجنة؟ اللجنة الأولمبية. اللجنة. اللائحة المقترحة من مجلس إدارة. معلش يا دكتور خليك معانا. يتم تطبيق القواعد التي يراها مجلس الإدارة أو القواعد التالية. يعني هو خير النادي بين إن هو يضع إجراءاته الخاصة أو إن هو حاطط له قواعد يمشي عليها. فالنادي الأهلي استنادا الى هذا النص واستنادا الى هذا الخطاب الرسمي من اللجنه الاولمبيه وضع لوائحه او اجراءاته الخاصه بهذه الجمعيه الخاصه. فالمساله الاهلي لم يتجاوز في شيء، لم لا الاهلي شيء مؤكد ما بيعملش حاجه متجاوزة من دماغه، لا لقى ورق يقدر يديله الفرصه الجواب دي. اهو يا دكتور انا مش بتكلم في كده والله، انا بتكلم دلوقتي واضح ان في عوار جامد جدا في اللائحه وفي القانون وفي عدم تحديد للمسؤوليات وعدم تحديد مين مشرف على مين ومين. يعني النهارده انا بفترض افتراض يا دكتور فضل الله، جاءنا خطاب اليوم من اللجنه الاولمبيه وقال ده ماشي على كل الناس، يا حاجه من اتنين، يا هنحترمه ها يا هنرفضه، يا هنرفضه، مش كده؟ نقول السيناريو ده ونقول السيناريو ده. نعم. شوف يا استاذ، شوف يا باشمهندس، تمام، اتفق مع حضرتك ان هناك عوار كبير فيما يتعلق بنصوص القانون وهناك عوار فيما بس احنا عايزين نعدي المرحله دي، لان فعلا كلنا بنؤيد فكره ان تتم الانتخابات في المؤسسات الرياضيه. ما في صدام دلوقتي اهو، هنحله ازاي الاشكاليه دي؟ الاستدراك اللي جه ده، انا بقول لحضرتك الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وفقا للخطابات التي اصدرت في الفتره اللي فاتت 6 و7 جمعيه صحيحه. هذا الاستدراك الاخير افاد النادي الاهلي ولم يضره. ادي لحضرتك بقى، تمام؟ اولا هو لما جه فسر التفسير اللغوي، واحنا في تفسيرات القانون لا نعتز بتفسير اللغه فيما يتعلق باجتماع واحدا، الاجتماع الواحد يوجد وفقا للقواعد الدوليه تفسير مؤكد يقول لي انه يجب ان يكون في مقر الاتحاد او النادي او يكون اليوم واحد. لا يوجد، واحنا ماشيين معايير دوليه وفقا لنص الماده 84. خلاص، ما هو ده معناها ايه؟ معناها اذا اصطدمت بيهم انا هروح للجنه الاولمبيه الدوليه. انا بقول لك الموقف ايه النهارده، هنعمل ايه؟ مركز للمنازعات، نفصل في المنازعات، احنا هنعمل ايه يا دكتور؟ دوليه نتفق بقى مين فينا اللي صح. انا دلوقتي انا عضو نادي قاعد في البيت بتفرج على البرنامج ده، وسمعت ان في جوابات وفي النادي الاهلي مارس حقا قانونيا واللجنه الاولمبيه عايزه تفرض عليه اجراءات، حاجه من اتنين. لا يجوز يا سيدي، لا يجوز. انا بسالك سؤال يا دكتور. طيب اوكي، خلاص لا يجوز، والله لا يجوز، وانا عارف دلوقتي من خلال السرد ده ان الليله معكوكه من الاول، لان مفيش تحديد لاي شيء. خلاص، نعم، ما انتش عارف انت تبع مين، هو في اكتر من كده. ف
دلوقتي في اللجنه الاولمبيه بتقول لك اعمل 1 2 3 النهارده، حاجه من اتنين، يا هتقول زي بعضه يا هتقول لا، مش كده؟ ولا في حل ثالث؟ ما تقدرش خلاص تقول زي بعضه، انت قدامك 30 يوم للدعوه، مفيش حاجه اسمها تقول زي بعضه. يعني اذا الاجابه اللي لازم نقولها للناس في بيوتها، يا جماعه الانتخاب على يومين، السبت في مدينه نصر، الجمعه والجمعة الجمعه في مدينه نصر، والسبت في الاهلي 25 و26 اغسطس. ده انا عايز اقول لك على حاجه، ما عشان بس ننقل على حاجه ثانيه. بص يا باشمهندس عادل، النصاب ان شاء الله هيكتمل، لان النصوص اللي موجوده في اللائحه بتفيد، يعني انت بتتكلم مثلا في نص موجود في اللائحه تمام بيتيح ان لاعضاء الفروع بعد ذلك في انتخابات مجلس الاداره ان هي تنتخب في مجلسها في مكانها. ما هو دي بقى الخطوره بقى، استنى لي بقى. نعم يا دكتور فضل الله، عندما احنا مش بنحل حاجه دلوقتي ها نتيجه صراع، انما خلينا نتكلم الاول، هل من الملائم، وهذا احتمال وارد، يبقى لك 10 فروع، انك تعمل 10 لجان ومن ثم تبتدي. انت عارف المشكله دي انا ليه انا عشتها في التسعينات في ظل وجود الكابتن صالح، وكان اعضاء مدينه نصر برضو عايزين يعملوا لجان خاصه عندهم، وبرضو اعضاء مدينه نصر وصلوا فيما بعد ان قالوا لا ده الفرق الرياضيه اللي بتتمرن عندنا تلعب باسم فرع مدينه نصر. يعني تداعي المسائل يقلقني. أنا مش ببص دلوقتي جمعية عمومية نقدر نحشدها، هيقولوا في الصحراء هنجيبها، خلاص؟ هيقولوا في المريخ هنجيبها، احنا النادي الأهلي ما حدش بيلوي دراعنا. لكن مسألة إن أنا يعني أستسهل حل، هي دي اللي قلقاني شوية. أنا لا ماذا لو؟ ماذا لو؟ أنت حضرتك مالهاش علاقة بالاستنزاف، أنت حضرتك كنت بتتكلم في أعضاء 20,000 30,000 عضوية في النادي، كان من المنطقي إن أنت ممكن تجيبهم في الجزيرة، لكن أنت بتتكلم حضرتك دلوقتي في 100 و 120,000 كلامك جميل. دول إيه؟ إزاي يجوا في مكان واحد دول يا جماعة؟ ما هو هلا رئيس الدولة، هو رئيس الدولة، كلنا بننتخب في القاهرة، ما هو بتاع المنصورة بينتخب في المنصورة. بس إذا ده يسبقها إيه بقى؟ يسبقها إيه؟ يسبقها إيه؟ ممكن تتخذ من بيتك. انك انت تميكن الانتخابات. التطور اللي احنا رايحينه، التطور اللي احنا رايحينه في المستقبل ان يكون الانتخاب اونلاين، بس ما تقدرش تنفذ. اخشى حاجه بقى، ده مختلف شويه عن اللي انا قصدي عليه. لما تعمل انتخابات اونلاين ما بتقولش مدينه نصر والشيخ زايد يعني التصنيفه دي اللي قلقاني. انا عايز اروح لهم في البيوت، بس ما اقولش انت بتاع مدينه نصر وانت بتاع الشيخ زايد وانت بتاع الجزيره وانت بتاع التجمع الخامس. يا دكتور، هو المهندس عادل بيتكلم على خصوصيه الاهلي، يعني بغض النظر على الوضع القانوني، هي بيتكلم على خصوصيه النادي الاهلي عن هواجس ومستقبله عشتها. بص يا باشمهندس، النادي الاهلي يملك هذه المقرات دي، ملك للنادي الاهلي. تمام، والله انت في الجزيره وعاوز، مش معنى ان انا بعمل لجنه انتخابيه في مدينه نصر انها مغلقه على اعضاء مدينه نصر، انا عضو في الجزيره، ولكن دي تسكت. ما انا مش هروح الاقي اسم يا دكتور، هلاقي اسم ازاي؟ مش انا انت هتحط لي لجنه انا اسمك في اللجنه الفلانيه. لا انت يا باشمهندس، انت هتحط كل كشوفات في كل فهم. بتحط كشوفات في كله وبموجب كارنيهك. يعني انا دلوقتي يا باشمهندس استطيع، انا لو انا مسافر استطيع ان انتخب رئيس الجمهوريه وانا في الامارات، مش شرط ان خلاص مفهومه. يعني هو النموذج انت جبته، بس طب برضه في حته اشكاليه قانونيه صغيره يا دكتور. اداريا مين اللي هيشرف على الانعقاد؟ الجهه الاداريه المختصه صاحبه الولايه الجغرافيه، مش كده؟ ما قالوليش في الخطاب، قالوا لي اشراف قضائي مع ناس بيساعدهم من العاملين، ما قالوش في الخطاب من العاملين في الشباب والرياضه، مش كده؟ الشيخ زايد، الشيخ زايد، الشيخ زايد، الشيخ زايد الحيز الجغرافي في الولايه بتاعته لمديريه الشباب والرياضه في الجيزه مش في القاهره. يا استاذ يعني واخد بالك؟ الخطابات يعني احنا كده دخلنا كمان في مديريتنا دكتور في بعض. استمرار الفوضى يعني. الخطاب اساسا ما قالش، الخطاب اساسا ما قالش ان انا بعد ما اكتملت الجمعيه على اي حال نعمل ايه؟ على اي حال اصل دي مش مشكلتنا احنا، مش بنساجل بعض، لان اللي انت حطيت الشروط ولا انا حطيتها ولا الدكتور ياسر حطها ولا ابراهيم، احنا بنناقش حاجه ملخبطانه كلنا. ها ازاي في حاجه مخوفانا نتفادى بالآلي من كل اثار ده، وفي حاجه هواجس. هو المشكله انا عايز يعني نوصل لحل هنا كده ممكن. طب يا دكتور، انت حضرتك شاركت في وضع اللائحه وتعلم الكثير من بنودها، واحنا اللي يهمنا ان احنا نقول لاعضاء النادي الاهلي تعالوا شوفوا اللائحه فيها من التطمينات ما يدفعكم للحضور،
مش كده؟ بص يا باشا، بص يا لا انا هبص بس، هنطلع لفاصل، هنطلع لفاصل ونرجع نبص مع بعض، علشان انت حضرتك، احنا كان المفروض الدكتور ياسر هيتولى عرض اللائحه النظام او مشروع اللائحه من النادي بند، لكن اما وان حضرتك شاركت في وضعها وتعلم الكثير من فحواها، بعد الفاصل هتفضل حضرتك معنا على التليفون عشان نسال حضرتك عن مضمونها، علشان الاعضاء يكون عندهم هذا الرغبه في الحضور ان شاء الله. كنا رحنا فاصل وهنرجع لحضراتكم من جديد. رجعنا بعد الفاصل، وكنا يعني قبل الفاصل محتدمين في اشتباك كده حول نقاش اكاديمي حول مين صاحب الولايه على مين، واكتشفنا في الاخر ان ما كانش فيه اي محدده لا في القانون ولا في حاجه بتقول للجنه الاولمبيه، حتى ما عرفناش نجاوب على سؤال هو الانديه تبع مين. وفي الاخر اكتشفنا يعني ان الموقف ده هيحله لنا اخير دكتور محمد. نعم يا باشمهندس، قول لي والنبي الخلاصه ايه دلوقتي؟ قول لي انا ببص فوق زي ما كنا قاعد فوق. دكتور الخلاصه بقى النادي الاهلي، انت بتتكلم من فوق يا عم ماشي. ايوه اداره النادي الاهلي وفقا لصحيح قانون الرياضه ووفقا لما جاء من خطابات من اللجنه الاولمبيه قبل دعوته للجمعيه العموميه الخاصه بالنادي، ليس له فقط غير الالتزام بقيمه النصاب. بقيمه ايه؟ يعمل بقى الجمعيه النصاب، ليس له اللي هو مين؟ ما احنا اللي هو ايه بقى؟ النصاب اللي هو هيقول عليه، اللي هو اللي اتقال عليه من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هو يعادل 12,500. طب وليه اسمع كلام اللجنه الاولمبيه بقى؟ ما انا بقول لحضرتك إيه؟ بتسمع كلام اللجنه الاولمبيه لان احنا دلوقتي امام قانون تم توقيعه من رئيس الجمهوريه واصبح قانونا ساريا الزم فقط اللجنه الاولمبيه المصريه بتحديد نصاب الاجتماع الخاص، ولم يلزمها بتحديد مكانه او وقته او انعقاده او طريقه التصفيق. وما جابش سيره لائحه استرشاديه. قال اللائحه الاسترشاديه اذا لم يكتمل النصاب اللي هو الزمها بتحديده اللائحه الاسترشاديه تقول. وما قالهاش ما قالهاش افرضي اجراءات معينه على الهيئات. انا باخدك واحده واحده عشان قالها فقط، قالها القانون قالها واللجنه الاولمبيه تحدد نصاب هذا الاجتماع الخاص، ولذلك الجوابات اللي طلعت الاولانيه هي الصح، هي اللي اتفقت مع القانون. ما طيب كانش ينفع. اذا الخطاب الثاني الاخير بتاع النهارده ده غير ملزم، مخالف للقانون ومخالف للميثاق الاولمبي ومخالف للقواعد يا الدولية. دكتور كلمه عشان المشاهد مش ليا والله، غير ملزم. نعم. اذا من حق مجلس اداره النادي الاهلي يعمل الجمعيه في المقرين. دعوه النادي الاهلي دعوه صحيحه قانونا ودوليا واولمبيا قولا واحدا، فليتخذ النادي ما يراه، عايز على يوم يعملها على يوم، عايز على يومين يعملها على يومين بالطريقه اللي تراها، ويلتزم بالنصاب القانوني. هو كده صح؟ يلتزم بالنصاب القانوني والشفافيه فيما يتعلق بالقضاء في مراقبه العمليه التصفيقية. دي كلمه اصلها برضه عامه، الشفافيه دي احنا عم نفصل ما علينا. اذا يسر نو، خلاص كده الكره في ملعب او مش في مسؤوليه مجلس الاداره، يرى ما يراه فيما يتعلق بالجمعيه العموميه، عايز على يوم عايز على يومين، هو هيقعد يحسب حساباته وهيشوف المصلحه فين. وكده يبقى متشكرين للدكتور فضل الله الذي يثيرنا دائما، لانه الحقيقه بيبقى متعمق قوي يا دكتور ياسر طبعاً ده وعنده يا اخي طريق السرد في القانون متعبه قوي، يعني بيقعد يفصص لكن بيوضح الحقيقه. متشكرين يا دكتور محمد. ودكتور ياسر بقى، دكتور ياسر يعني الاهم في كل هذه القضيه، الاهلي اعد مشروع لائحه الدكتور فضل الله اطلع عليه ووصفه بانه مشروع رائع جدا ومكتمل الجوانب القانونيه. المهم عند العضو وايضا عند جمهور الاهلي ان يطمئن على مضمون هذا المشروع. لائحه الاهلي فيها ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك استاذ ابراهيم انه لازم اعضاء الاهلي وجماهير الاهلي تدرك انه الاهلي بيعمل لائحه خاصه تليق به. تمام. هذه اللائحه المتهمه اعلاميا ومن بعض الناس ظلما. على فكره
انا مش شايف الاتهام ده يسود الاعلام يعني. يعني هو واحد او اثنين او ثلاثه. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، وانا اللائحه لا تقصي احد على الاطلاق. وده المهندس محمود من البدايه اكد عليه المهندس محمود، واخد بالك انه ما فيش اي بند اقصائي في اللائحه. مين اللي بيصيغ لائحه النادي الاهلي؟ لا لا لحظه واحده بس. لما تقول شرط المؤهل في اقصاء بقى الغير مؤهلي هنا، بس مش يعني يجي واحد. مش ده المقصود بالهجوم؟ لا مش مقصود. مش فاهمني قصدي. انت دلوقتي بتقول اللائحه ممكن اشرح لحضرتك حاجه، اشرح لي دي، لان ليه؟ ما لديك من في واحد من في واحد رجل اعمال درس في المانيا ومعاه شهاده الاكويفالنت بتاعها او المرادف بتاعها، ما هوش البكالوريوس، ضابط طيار ما يعتدش بشهاده الطيران بتاعته، واخدها من معهد الطيران في امريكا. قد يقال ان هي لا تعادل البكالوريوس، او قد يقال انا بديك امثله. فيجي يترشح، انت بقى تفسر له لا انت معكش بكالوريوس، هذا بند يقصي فئه معينه. اللائحه الاسترشاديه التي اعدتها اللجنه الاولمبيه المصريه الغت شرط اداء الخدمه العسكريه او الاعفاء النهائي منها، وبطريقه ملتفه عشان بالشرط انك تكون قضيت الخدمه العسكريه او اعفي منها. من الترشيح. طب وانت لو عفيت منها فيها مشكله؟ لا، ما هو في اعفاء نهائي وفي اعفاء منها اللي هو بعد فتره راح دفع فلوس او قضيه بشكل قانوني ولا بشكل غير قانوني؟ بشكل قانوني بس الاهلي مقابلته القوات المسلحه. دكتور ياسر، يعني هو في فرق ان هو يظل متهرب حتى الفئات اللي بيتم استبعادها من البرلمان، ده تهرب من اداء الخدمه. بنتكلم على بعد اخلاقي، ان انت رفضت تاديه الخدمه العسكريه او تهربت من اداء الخدمه العسكريه، تهربت منها. الاهلي متمسك بانه يبقى فيش هذا الشرط موجود وليس كما الغته اللجنه اللائحه الاسترشاديه. الاهلي شايف انه اللائحه الاسترشاديه قالت لما يكون في اعضاء في النادي مش يعني اللي عمل تسويه دلوقتي عشان يبقى مفهوم، عشان اللي في هذا الموقف يبقى الاهلي لا يقبل الا يا اما اديت الخدمه العسكريه او يا اما كنت انا بتكلم على التعديل بقى. انت دلوقتي بتقول ان الراع عمل تسويه، كان عنده مشكله، عمل تسويه مع الجيش بس ما اداش الخدمه العسكريه، لكن سوى مشكلته. ما في اعفاء نهائي عشان بس هو الاعفاء النهائي ده خلاص غير لائق طبيه. لم يدركوا الدور، في دفعات كده لم يدركوا الدور، معفى بشكل رسمي ده خلاص. ده ما لكن لا تهرب ولا دفع، ماهياش بتهرب ولا دفع ولا غرامه ولا قضيه. لكن انا كان عندي مشكله مع الجيش ورحت سويتها والجيش قبل عذري واداني مفيد ان انا ما ادانيش، يعني خلاص انت مش مطلوب للخدمه وما عندكش مشكله، لا طلب تعقبي ولا طلب يسجني، من حقي ولا مش من حقي؟ لا مش من حق، مش من حق، لانه الجيش ساعتها او القوات المسلحه، ما هو انت خلاص انت عملت دوت وانت عندك حاجه و40 سنه فمش هيجندك. لكن في معنى اخلاقي في المساله. ايوه مفهوم يعني. ومساله لما يبقى النادي فيه اعضاء غير مصريين، لا احنا متمسكين انه الرئيس واعضاء طبعا دي انا معاك 100% يكونوا مصريين. لا لا طبعًا. دي ما فيهاش فصال، انا بتكلم على الحاجات اللي ممكن تحصل تعمل ديبيت عشان نوضحها. اصل انا استاذ عدلي كل الهجوم اللي على اللائحه التي لم يرها احد عشان كل هذا الهجوم، وقيل ده وصلنا لدرجه انه الاهلي عايز يعمل الجمعيه الخاصه على يومين عشان يطبق الاقصاء اللي هو كابتن محمود الخطيب. فانا مش قادر افهم، هو انا لو عايز اقصي محمود الخطيب بلائحه مش هتفرق بقى يوم من يومين من ثلاثه من عشره؟ لا لا قيل هذا لا 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 استنى، فكره الحجم لاعتماد الجمعيه لاعتماد اللائحه اذا اعتمدت اللائحه، ده الخلط اللي بعض هو كابتن محمود الخطيب مؤهله ممكن كابتن محمود الخطيب يعني هو. طب سؤال بقى، خلينا بقى ايه عشان ايه اللي يختشم البنت عمه، خلينا هو ده اللي بيهم الناس ماشي. في الاخر ودي الهمهمه، هتلاقي الايه الخلفيات اللي بيتكلموا كلهم بيتكلموا في المنظور ده. هي لو حصل هذا البند هناك احتمال ان يقصى الكابتن الخطيب منها؟ كابتن محمود الخطيب معاه مؤهل عالي. طيب يبقى ما فيش كابتن مجال. محمود الخطيب ادى الخدمه العسكريه. طب امال ايه بقى؟ كابتن محمود الخطيب مصري الجنسيه بس خلاص. لماذا يتصور البعض عارف انا فتحت دي ليه؟ عشان تقول الثلاث حاجات. طب متصورين ليه انها مقصود بها فلان الفلاني؟ هي في اطار الحرب على مجلس الاداره. يبقى الاحسن حاجه سيبك بقى من الحرب، نروح موضحين دي. لا يوجد
ما يقصي الكابتن محمود الخطوة ده اللي هي أو غيره من الانتخابات، لكن قد يقصي اكس من الناس اللي احنا مش عارفين هو مين بالظبط، لكن هو مش ده الهجوم مش دي الحرب اللي شغاله. اذا الحرب دي ملهاش محل من الاعراب، وكويس ان احنا ردينا عليها دلوقتي وانت كنت واضح جدا فيها. ومحمود الخطيب مستوفي كل الشروط اللي هي ما تمنعوش من الترشيح. انما في ناس عايزه تبلبل، في ناس في ناس ضد مجلس الاداره، ولو قال يمين او شمال المهم هم ضد مجلس الاداره ماشي، لكن بنطمن الناس بقى اللي هي متصوره ان في بند قد يقصي. لا مفيش، لا مفيش ده، قد يقصي ناس ما نعرفهاش مش كده. عايز اكد لحضرتك حاجه، وانت حضرتك يا استاذ عادل بالتحديد استاذ ابراهيم منيسي هتدركوا انا قصدي ايه. الذي صاغ لائحه النادي الاهلي الاستاذ رجائي عطيه، حاولنا نجيبه بس مسافر، هو مسافر مجلس الاداره السابق برئاسه الكابتن حسن حمدي حينما حدث أزمة بورسعيد أو مأساة استاد بورسعيد، جاب رجاء عطية، هو كان محامي النادي الأهلي مؤكد إن رجاء عطية قامة كبيرة جدا، مؤكد عبد المجيد محمود مع احتفاظه بالألقاب قامة. هل أنت حابب تتوقع إنه عبد المجيد محمود ومع حفظ الألقاب والأستاذ رجاء عطية و ما أنت قلت خلاص بقى هيقعد مجلس الإدارة يوجههم يعملوا لائحة بالشكل كذا أو بقصد كذا؟ لا بس خلينا عشان من إحنا على فكرة الردود الحاسمة دي أحسن من الدبجات دي كلها. طب أنا عندي رد حاسم أقوى. ما هاجي لك فيه بس عايز أقفل دي. المدهش إن في خلاف مع اللجنة الأولمبية، والدكتور علاء مشرف كان عضوا في هذه اللجنة المفروض إنه كان بينسق ألا يحدث هذا الصدام. هل لم ينبه الدكتور علاء وبتتعمل الدعوة للجمعية العمومية إن ده هيؤدي إلى صدام؟ ما نبهش ولا نبه؟ الجواب اللي جالي من اللجنه الاولمبيه في الاول بيقول لي لمجلس الاداره الحق في اتخاذ كلام جميل إجراءات. اما جه بقى عمل، اما جه عمل واحنا اصل جبناه على الهوا يجي ربع ساعه ويا ريت نجيبه تاني كمان، يا ريت حد يجيبه لنا. من اين اتى هذا الصدام؟ وليه لما اللجنه الاولمبيه مدركه ان ده حق وانك مش هتقدر تنزع مني هذا الحق داخل النهارده بتحط لي؟ عايز حضرتك اجابه قاطعه زي ما قلت على الخطيب. اللجنه الاولمبيه لا تريد ان يضع الاهلي لائحته الخاصه. ليه؟ علشان ما تبقاش سابقه، وانه الانديه تبتدي تفكر في لوائحها ده هليوبلس وتهرب من هليوبلس وصيد على وشك. خد الانديه الثقافيه دي هليوبلس وصيد، انا متاكد انها هتجتمع. والزمالك الزمالك عدده يقدر يستكمله، والزمالك ممكن يعمل نفس الشيء. منين جابوا ان النادي الاهلي يعني ده الاهلي ربما كانوا الاصعب يعني وفقا هم للعدد. هم مدركين وده ودي قاعده تاريخيه، اي تغيير رياضي في مصر يبدا من النادي الاهلي. اذا انت عطلت النادي الاهلي او شليت النادي الاهلي او عجزت النادي الاهلي على انه يبتدي الخطوه صحيح، فلا احد سيستكمل. كنت عايز تديني المفاجاه دي؟ عايز ادي حاجه. دي لائحه اللي محطوطه من زمان. انا عايز بس اشرح انه كابتن صالح سليم كان يحلم بلائحه خاصه للنادي الاهلي طبعا، وقانون خاص للنادي الاهلي. وانت حضرتك كنت شاهد معايا وقعدنا معاه في هذا لا وكلف المستشار محمود فهمي وانا في المجلس اعمل كذا، نعمل قانون مره ولائحه. كابتن حسن حمدي ايضا كان يصر ويريد ويتمنى واوشك وعمل اللائحه فعلا اللي هي كان مجلس الاداره والجهه الاداريه رفضت الانعقاد. بس عايز قبل ما اكمل اقول حاجه، ان في هذه اللائحه الماده 44 دي لائحه الكابتن حسن حمدي. مده مجلس الاداره المنتخب 4 سنوات ميلاديه اللي هو التي بيهاجم عليها مجلس الاداره الحالي. ليه؟ لا مدته 4، ما حدش يقدر يهاجم. ما عشان قال لك انا بعمل المجلس الاداره الحالي عايز يخلي مجلس الاداره 4 سنوات ميلاديه عشان يحرم. لا مش مدة المجلس الخطير. لا هو بي لا ما هو مدة دورة المدة البينية يا دكتور، يعني انت لما ينطبق عليك بند 8 سنين تخرج ما تترشحش، ما ترجعش تاخد حق الترشح الا اذا مر عليك وانت اوت 4 سنين ميلادية. مفيش قانون او لائحة بأثر رجعي. ماشي اوكي. لا الوزير لما سئل في كده قال لو بند 8 سنين اي نادي حطه في لائحته لا يطبق بأثر رجعي، لكن الاربع سنين البينية الفاصلة ده يطبق باثر فوري مش رجعي. استنى لا بس. استنى بس والنبي كلام الوزير ابراهيم. ابراهيم فلنبسط الامور. انت جاوبت مثلا هو اللي قاعد على الشاشه دلوقتي في ذهنه اسماء احنا عايزين نطمنه. لا ما تتوجسي
مفيش لقم في الموضوع. وعايز اقول لحضرتك لحظة واحدة بس في الجزئية بتاعت الاربع سنين دي. انت بتقول مفيش يعني لو اعتمدت اللائحة دي مش هتطبق بأثر راجع. اذا مسألة الاربع سنين مش هتبقى تقصي حد. مش هتقصي اي حد. دي اللي تهم الناس بس الاربع سنين هتبتدي تحسب من اول يوم في مجلس الإدارة الجديد بعد الانتخابات. بعد كده بقى. بعد الانتخابات. إنما في لكنها لا تطبق في الأوضاع السابقة. وفي العرف الدستوري والعرف القانوني ما فيش قانون يطبق بأثر رجعي أو لائحة ما لم ينص على ذلك قانونا. ليه؟ ما أنت لما عملت لائحة وخرجت المجلس السابق مجلس الكابتن حسن حمدي كان بأثر رجعي. كل الناس أنت طبقت الثمان سنين بأثر رجعي. هو كان بقى وضع. أنت حسبت عليهم الثمان سنين من إيه؟ هكمل لك الكلام. كمل لك الكلام. لا يعني ده تم تطبيقه. أنا المهم انه يتوافر في المرشح يجب ان تتوافر في المرشح دي لائحه الكابتن حسن حمدي. تمام. ان يكون المرشح مصري الجنسيه، ان يكون حاصلا على مؤهل عالي، ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي منها. دي شروط ايوه ما هو اللي هي نفس الشروط التي كان يهاجم عليها مجلس الاداره الحالي. انا في الحلقه الماضيه مش هنهاجم على البنود دي طبعا. لا انا بس لا ما هو انا بقول لحضرتك احنا وصلنا لمرحله من الناس في خلط الامور. دكتور انا بس بقول حاجه علشان كل الانديه مش نادي الاهلي بس، حتى اللجنه الاولمبيه وهي بتتعرض لشروط الترشيح وتقصره على المؤهل العالي. احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه على الجزئيه دي. بعد الحلقه تاني يوم كلمني واحد مستشار جليل من المحكمه الدستوريه العليا، قال لي كلام صح انه فرض شروط على حق مرشح معين على اساس علمي او تعليمي دي شبهه عدم دستوريه بحته. ليه؟ انا مؤهل متوسط، لما جيت اعمل عضويه في النادي انت قبلتني كعضو. قال لي الكلام هنا ساعه لما انت قبلت عضويته لائحة النادي كانت بتحظر عليه حق الترشح، ولا هذا الحظر جه لاحقا لقبول عضويته؟ اللائحة الحالية تحظر هذا. اوكي، انت دلوقتي بالنسبة للجديد يعني هو راح اشترك في النادي وهو يعلم هذا الشرط دلوقتي. لا لكن ساعة ما اشترك لا مش مت... لا تمنع لائحة النادي لا تمنع. استاذ عادل لا يعرف. مش متذكر والله لا تمنع. استاذ عادل يعرف اذا لا. كانت تمنع خلاص يبقى ما فيش مشكله ابراهيم مش هنخش لا تمنع في كان في اعضاء كتيره في الانديه ولائحه الوزاره الموحده كانت للانديه تمنع. لا لا تمنع لا. ايه المؤهل المتوسط لا مش تمنعش اشتراكه. لا. انا بتكلم على الانتخابات تمنع حقوقه. ايوه ترشيح ما انت ما تعرفش وانا ما اعرفش. لا انا عارف لم يتم وضع بند المؤهل العالي في كل اللوائح السابقه في اللائحه الموحده. انا ممكن بس يا ابراهيم مش عايزين نذكر اسماء بس لحظه الترشح في فرق بين العضويه يا سيدي العضويه ده طبيعي بتاخده بفلوس زياده شويه. ايوه واخد بالك. لكن ما كانش في اي منع لعضو مؤهل متوسط، ده ما كانش ممنوع على الاطلاق لا في الاهلي ولا في غير الاهلي. لكن انت دلوقتي جيت قبلته كعضو، التمييز هنا على اساس غير معنى ده عدم دستورية، لأنه أنا عضو وأنت عضو، أنا مؤهل وأنت مؤهل. أنت اديتني حق العضوية وحجبت عليا حق الترشح. في حين إن ده مش ما تقبلنيش كعضو أصلا. لحظة يعني قول إن عضوية النادي حملت البكالوريوس والماجستير مثلا. لحظة خد بالك؟ هو دلوقتي بيقول لك مفيش تطبيق بأثر راجعي. إذا كل ما تم قبولهم مش هتطبق عليهم البند ده. ليهم حق الترشح. مش فاهمني. هو قال لك لن يطبق قانون بأثر راجعي. مش كده يا جماعه دي مختلفة. خلينا على اللي جاي ولا ايه؟ ايوه بص احنا بنتوخى مشاكل اصل ممكن من ممكن افراد ما انتش عارف هم مين. ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تكتشف انه العمليه الانتخابيه تمشي في الانديه وفي الاتحادات وتاخد وقت طويل وتفاجئ بطعن في دستوريه اللائحه وده ويحصل. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه انه هيرد عليك ويقول لك الجمعيه العموميه والمستشارين اللي اعتمدوها الجمعيه الخاصه هيبقى عليها طعم في كل الأندية والانتخابات اللي جاية هيبقى عليها طعم هنتعطل في كل الأندية ولن نتحرك أي خطوة للأندية للأسف هنتعطل برضه لأنه أولا أنا أقدر يعني باختصار كده أنا كنادي أهلي أقدر أعمل لائحتي دلوقتي اللي عملها الأستاذ رجاء عطية والمستشار عبد المجيد محمود وبعتها للجهة الإدارية وللجنة الأولمبية وبعتها للجنة الأولمبية الدولية وهي دي لائحتي
رجعوها، في حاجه مخالفه للميثاق الاولمبي، في حاجه مخالفه للقوانين الدوليه، ما فيش خلاص، هي دي لائحتي ولا ليها دعوه لا بلائحه استرشاديه ولا باسترشاديه، وهستند في ده لماده في القانون. تمام. وعايز اقول لحد كمان انه الفوضى القوانين، يعني انا محامي دلوقتي اقدر اروح ارفع قضيه على اللائحه الاسترشاديه لانه في مواد في القانون متناقضه وهكسبها. ايوه. فهتبطل الجمعيه العموميه الخاصه، وهتبطل بالتالي الانتخابات التي ستقام وفقا لهذه اللائحه، سواء كانت استرشاديه او لائحه جديده. يعني احنا داخلين في نفق مظلم. طب استاذ دكتور ياسر، عشان بس ننقل على حاجات ثانيه، اصل على فكره الحوار ده ممكن كل نقطه من دول ممكن نقعد الصبح نتكلم فيها، لان احنا بنقول الهواجس اللي عند الناس، واحنا بنكلم الناس في بيوتها. ايوه. عندنا حاجه نضيفها، احنا دلوقتي عرفنا مفيش تطبيق بأثر رجعي، مفيش إقصاء لأسماء محددة في ذهن الناس. لا. ما هو تطبيق بأثر رجعي ده يعني مفيش إقصاء. خلاص؟ إن البنود اللي الناس معترضة عليها كان حاططها الكابتن حسن حمدي في النظام الأساسي بتاعه اللي هو الإعفاء ومن الخدمة العسكرية أو تأديتها أو الشرط المؤهل. ده بالنسبة للترشح والانتخاب ولا الترشح بس؟ الترشح. ترشح يعني الانتخاب لا احد يمنع. لا الانتخاب كل الاعضاء. اذا كنت طبعا انا بتكلم بس والله انا مش بكلمنا اقسم بالله انا بحط الاجوبه عشان الناس في الاخر بنلخص عشان نقلب الصفحه. تمام كويس. يبقى المخاوف اللي الناس قالت عليها مش موجوده. خلصنا من مناقشتنا مع حضرتك مع الدكتور فضل الله ان مساله الجمعيه على يوم على اثنين هنا في مكان واحد او في مكانين ده قرار مجلس إدارة ما يقدرش حد ينتزعه منه. فليفعل مجلس الإدارة في هذا الشأن وفقا للورق الرسمي وفقا لما يراه. وانت مش متخاف ان يحصل طعن على الإجراء ده؟ لا، لانه انا عايز بس اشرح للناس. ما هو احنا انه مجلس الإدارة احنا بنلخص بقى هنشرح تاني. لا مجلس الإدارة عايز يسهل على اعضائه، عايز يسهل وليست له مصلحة. اذا الغرض هو كده، ما احنا ما هو الغرض التسهيل واضح ان الغرض. لانه يا استاذ عادل في ناس عندها خلط ما بين الجمعية الخاصة وما بين الانتخابات. بص انا بس عايز اشرح لحضرتك انه دي مش انتخابات، احنا لا نتحدث عن انتخابات. انا قلت لك تخوفي ان الحق المكتسب قد ينسحب فيما بعد على حاجات اخرى، ده تخوفي دي، وهذا تخوف مواطن وعضو في النادي الاهلي غير ملزم. ممكن انا راجل موسوس سيبك مني. لا 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 انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بحكم القانون دي جمعيه خاصه وليست جمعيه عموميه. طيب عاديه جمعيه خاصه غير عاديه. أوكي. دي جمعيه خاصه تعقد لمره واحده. طيب اذا هل الجمعيه تعقد لمره واحده، تعقد في مقر او مقرين، الازمه ما بين الاهلي واللجنه الاولمبيه بس خلاص، ولا يفتى والدكتور علاء مشرف على التليفون؟ على التليفون يا دكتور علاء. مساء الخير. نور ابراهيم بيه. يا دكتور تحياتي وتحيات المهندس عادلي والدكتور ياسر ايوب. اهلا دكتور ياسر. اهلا دكتور علاء. زي حضرتك؟ الحمد لله. بص يا دكتور علاء، احنا كنا دلوقتي وجايبين الدكتور محمد فضل الله، وكان الدكتور ياسر بيشرح لنا يعني تداعيات الاستدراك اللي انتوا عالجتوه باستدراك. كويس. وهم كانوا مستندين الى جواب عام ما كانش فيه تحديد لشكل الاجراءات. عملتوا التحديد بعد اعلان الاهلي واستدراكه، فاستدركتوا بتحديد. النهارده الدكتور فضل الله حسم الامر في هذا الاتجاه، ان من حق الاهلي عايز يعمله في يوم يعمله في يوم، عايز يعمله في يومين يعمله في يومين، وان الجواب اللي جالنا من اللجنه الاولمبيه النهارده ده لا يبطل اي اجراء عمله النادي الاهلي لو شاء انه يعملها على يومين وفي مكانين مختلفين. ما قولك؟ لا احنا كلجنه اولمبيه، لا احنا الكلام ده مش يعني مش متفقين مع راي الدكتور فضل الله. يعني قانونيته ايه؟ يعني النهارده اسال لك بشكل تاني. يعني يمكن البيان بتاع اللجنه الاولمبيه كان واضح، او الجواب بتاع اللجنه الاولمبيه كان واضح، ان احنا يعني المستشارين القانونيين اللي عندنا كانوا اتكلمنا معاهم في هذا الامر، وكان الكلام ان القانون مش بقى اللائحه الاسترشاديه ولا القراءات اللي وضعها اللجنه الاولمبيه، بيقول ان اجتماعا خاصا، ويعني نص القانون الاجتماع الخاص يعني ده اجتماع واحد. فهل الاجتماع اللي يتعمل على يومين يعتبر اجتماع واحد؟ هل الاجتماع اللي يتعمل في مقرين هل يعتبر اجتماع واحد؟ كان الراي اللي اتقال عندنا القانوني ان لا ده لا يجوز ان هو يكون اجتماع واحد، وبالتالي
بما انه هو ما هوش كده يبقى في الحاله دي لا يجوز ان هو يعقد قرين او على يومين. شوف القانون يقعد يلعب بينا فين يمين وشمال ازاي. طب سؤال بقى محدد من الاخر عشان ده هيبقى حوار جدلي اكاديمي. دكتور علاء النهارده جه جواب للنادي الاهلي بعد ما عمل استدراك وقال ان يوم الجمعه في مدينه نصر ويوم السبت في الجزيره, في الجزيرة. أنا بس لحظه عشان سؤالي تعرفه بس اتفضل. يعني كان دار حوار بيني وبين يعني بعض اعضاء مجلس الاداره في القصه دي واتسالت هل ده ينفع ولا لا, وقلت لا غالبا مش هينفع. قلت لهم يا جماعه احسن حاجه ان احنا نبعت جواب رسمي للجنه الاولمبيه ونشوف الرد, لكن للاسف الجواب وصل في نفس اليوم اللي نزل فيه الاعلان بتاع النادي الاهلي. يعني منين بتسالني ومنين انت اوريدي خدت اجراءاتك؟ يعني ما هو خد الاجراءات, خد اجراء وبعدين استدرك. يعني مش فاهم تقصد ايه بالاستدراك. يعني الاستدراك يعني هو نزل اعلان وبعدين بعد يوم او اتنين لقى انه من حقه يعمل حاجه فاستدرك وقال ان الانعقاد في الجزيره ومدينه نصر ويومين 25 و26. فرحت انت بعت له بقى الجواب المحدد اللي فيه تفصيل, لكن سؤالي مش كده. سؤالي مدى الزام خطاب اللجنه الاولمبيه للاهلي بهذه الاجراءات وماذا لو لا ماذا لو يا دكتور علاء ماذا لو ماذا لو والنبي خليك معايا انا عشان بجيب من الاخر اصلي عشان معانا مشاهدين لخبطناهم لخبطه. ماذا لو صمم النادي الاهلي انه يعمل الجمعيه العموميه على مقرين على يومين, هل اللجنه الاولمبيه تملك الباور وعندها السلطه انها تلغي هذا, ولا هنخش بقى في حته ازمه ومشكله ما نخرجش منها؟ لا, اللجنه الاولمبيه بحكم القانون هي التي تضع الاجراءات بتاعه الجمعيه الخاصه الاجتماع الخاص. في مادة مش لاقيين المادة دي يا دكتور. لا, في المادة 4 والمادة 3 مش فاكر بالظبط, لكن المادة 3 أو 4. المادة 3 ضد المادة 4. ما هي المادة 3 الدكتور ياسر بيقول لك ضد المادة 4. يعني أنا مش فاكر معلش أرقام المواد يا دكتور علاء. المادة 4 اقراه لي, لكن أنا متأكد إن في نص بيقول إن اللي بيحط الإجراءات بتاعة الجمعية الخاصة اللجنة الأولمبية, فبالتالي الذي لا اللي يحكم في الآخر انك انت اتبعت هذه الاجراءات من عدمه هو اللجنه الاولمبيه. فلو لقى انك انت لم تتبع الاجراءات هيلزمك بعد كده باللائحه الاسترشاديه حتى لو انت جبت النص. طب انا كنت سالت سؤال يا دكتور علاء برضه نتيجه اللخبطه والقوانين وقعدنا نفند المواد, هو الانديه الاتحادات تبع اللجنه الاولمبيه طبعا اللي هي الاتحادات الاولمبيه, طب الانديه تبع مين؟ وزاره الشباب, مديريات الشباب, اللجنه الاولمبيه, واي نص في اي ماده بيقول هذا الكلام؟ حاليا الانديه اللي ليها نشاط اولمبي وحتى مراكز الشباب اللي ليها نشاط اولمبي هتتبع اللجنه الاولمبيه من برضه من خلال اتحاداتها. بنص قانوني ولا كده عرف؟ لا 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 لا, لا بالقانون النهارده. لا, القانون ما بيقولش كده يا دكتور علاء. طب الدكتور ياسر هيقول لحضرتك الماده الثالثه والرابعه اللي هو بيرى فيهم تناقض. القانون بيحدد ان اللجنه الاولمبيه المصريه هيئه رياضيه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضيه المدرجه في البرنامج الاولمبي. مفيش انديه. بقول لك مفيش انديه. هو انا يا دكتور علاء انا كنادي اهلي دلوقتي اقدر املك حق معاقبه او محاسبه؟ دكتور علاء التليفون قطع بس هيجي تاني. هل انا كنادي اهلي املك حق معاقبه او محاسبه واحد مش عضو في جمعية عمومية؟ ده بصفتي الدكتور علاء مش عارف الإجابة. لما يجي الدكتور علاء لا يعني 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 أنا مش عضو في جمعية عمومية للجنة الأولمبية ده المصرية. ما أنا قلت لك هم جابوها. فأنت أنت اسمع, أنت قريب من الدرجة, أنت قريب من الدرجة الثالثة مش من الدرجة. أنت بتنتخب الاتحادات والاتحادات بتنتخب اللجنة الأولمبية فاعتبرك جذورك أولمبية. أولا يا أستاذ عدلي ده ما يعنيش إن أنا تابع للجنة الأولمبية. هو مش أنا سألت سؤال محدد؟ أيوه. طيب. وأنا عرضته في ساعتها لأنه اللجنة الأولمبية الدولية الميثاق الأولمبي ما فيهوش أندية. هو احنا ليه احنا بنبص لحضرتك على فكره على فكره احنا في مصر بنخترع دايما كل حاجه حسب مزاجنا. مره يقول لك يعني زي قضيه اللي هي ايه, لا طب ما هيجي يقول لك رايح المحاكم ولا رايح المحاكم وقت ما تحب دكتور ياسر ان انت مش ما يعني القضيه انت مش هتكسبها
يقول لك لا ممنوع الميثاق الاولمبي يمنع الانسان الحيوان التلقائي، عارف الانسان الحيوان التلقائي تنتقل اللي في مصلحتك مش عايز منها. ما ممكن واحد يجي يقول لك طب ما الميثاق الاولمبي بيقول لك ما تميزش، ما تقولش بقى المعلم والمتعلم واللي مش متعلم. طيب اصلها عمليه ملتبسه. عموما راي الدكتور علاء مشرف كنائب لرئيس اللجنه الاولمبيه انه اللجنه الاولمبيه هي صاحبه الحق في فرض النظام والنظام. اه طبعا. راي النادي الاهلي الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي. مساء الخير يا استاذ عماد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور ياسر. اهلا يا عماد بيه. لعلك اتفضل. انا حزين جدا. اه. كعضو في النادي الاهلي زي ما الاخ عدلي قال لهذا الحوار. وحزنت اكتر على بلدي لما سمعت اخي العزيز اللي ارجو ان الكلام اللي هقوله ده ما يزعلوش علاء مشرف. مع حفظ الالقاب الدكتور علاء. ما يعنيه الدكتور علاء مشرف حديث حصل بيني وبينه، وقلت له طلع لي نص من المراسلات اللي تمت وكل الكوميونيكيشنز بيقول ان انا ما اقدرش اعمل الجمعيه او التصويت. هي مش جمعيه، كلمه اجتماعا خاصا يا دكتور علاء اللي حضرتك بتقولها، بتقول بالمفهوم اللغوي عامله زي يد 2 كب الف 4 زائد مش عارف ايه يساوي ايه. النادي الاهلي لن يتراجع عن قراره وعن حقوق اعضائه اللي اقسمنا اليمين ان احنا نحافظ عليها. وانا عاوز اقول اللجنه الاولمبيه انتوا ما بتعملوش حاجه، كل حاجه بتتعمل في وزاره الرياضه وبتروح تنسخ عندكم. وده اللي محزني على بلدي، مش محزني بس على الموقف ده، انا عاوز اعرف انا بعمل امور تسهل على الناس علشان اعظم الدور اللي هو بيفعل. قاعد يحاربني علشان ما اكملش النصاب في يوم جمعه 25/8، كل الناس في اجازات، الناس تعاني من حراره الجو، مطلوب 12500 علشان تعمل اللائحه الاسترشاديه لائحه تنفيذيه. وانا عاوز سؤال بقى، كان نفسي يا استاذ عدلي صفه حضرتك من الخبراء القدماء اللي انا اجلهم واعزهم، انك تقول ده ايه؟ تدخل حكومي ولا تدخل اولمبي؟ اذا كنت انا سالته يا عماد بيه إيه؟ استاذ عماد ده انا سالته انك انت خايف من اشكاليه في قناه النادي الاهلي. ده النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه. مين اللي خايف من اشكاليه؟ مين اللي خايف من اشكاليه؟ يفضل النادي الاهلي يا عماد بيه. بس لحظه، شرط تعجيزي، ثانيه واحده لما اكمل كلامي من فضلك وحضرتك عطل. شرط تعجيزي يعني يضحك. انت بتحاورني في ايه؟ طب ما ردتش ليه على الرفع بالايدي وتقليل النصاب من 10,000 ل 7,500 اعلان نادي الزمالك؟ وانا هو مين بس بتواجه كلامك لمين؟ انا مش فاهم. وجاي ترد على النادي الاهلي اللي عامل ساكن العمليه التصويتيه لاعضائه؟ انت مالكش حاجه يا لجنه يا اولمبيه، وانت ما بتعملش حاجه، انت الوزير بيبعت لك وانت بتنسخ. اصل انا سالته يا استاذ عماد، انا سالته سؤال مباشر ايا كانت النتائج، لكن ان انت تقول لي انا خايف اقع في اشكاليه، اشكاليه اللي تقع فيها؟ كلام واضح، هو كلام واضح وصريح. النادي الاهلي له حق وضع القواعد او كلمه، لكن هتقعد تقول لي المفهوم اللغوي للكلمه وقت كلمه اجتماعا. اجتماعا ايه ده؟ ابدا راي ده، انا بخش اقول او لا. جاي عليا انا وتقول لي لا اصل القانون والثوابت بتقول ان ما ينفعش في يومين؟ مين اللي ما ينفعش في يومين؟ ايه هو اللي هو انا هناقش ميزانيه؟ يا اخي العزيز، ده انا عملت جمعيه عموميه ليطلع اعضاء النادي الاهلي على ميزانياتهم اللي بمليار، وناخد رايهم في شراء او التعاقد على قطعه ارض في التجمع الخامس في القطاميه 350 مليون جنيه، جالنا 800 واحد. ما هو ده ثقة في المجلس يا ريس. 12,500 يا أستاذ عماد، ده ثقة في الريس. هو هيجي يقولوا لا؟ عمرهم ما هيجي يقولوا لا، أنت بتشتري لهم أصول يعني، ما الناس موافقة. أنا بتكلم على العدد، لما رحنا مجلس الشعب اللي الناس قاعدة تتغنى بيه وتقول لك ما يصحش النادي الأهلي يروح مجلس الشعب، وكان المطلوب مني إن أنا أقول لرئيس مجلس الشعب اللي اتصل بالمهندس محمود طاهر يقول له إحنا عاوزين، يعني بنأسف ان احنا ما خدناش رايكم وعاملين جلسه استماع علشان نشوف رايكم. الوزير ما يبعتش دعوات للانديه الشعبيه والجماهيريه ويطلع لي اثنين يقول لك النادي الاهلي اذا كان غير قادر من اعضاء مجلس الشعب، وانا رديت عليهم بصفتي عضو في النادي الاهلي لا اسمح لبني ادم
أن يتعرض للنادي الأهلي وكيانه ورموزه. يقول لك لو مش قادرين تجيبوا ال 12500 اقفلوا روحوا، مين يقبل؟ طيب اللي انت عادي كلمة زي كده لا مؤكد طبعا، وهو هو مش مش تتفرجوا على الإعلاميين اللي بيقول لك الأهلي هز من كيانه وهز من هيبته انه راح مجلس الشعب. انت رجعتنا يفضل في هذا الموضوع حتى آخر العالم. بص بص خليك معايا بس عشان في سؤال مهم جدا ممكن كان هيريحك. ايه مقصود؟ وانت قلت يا عدلي قبل كده ان النادي الاهلي هناك من يريد ان يعبث بتاريخ النادي الاهلي. ايوه طبعا طبعا، وده كلام اللي بيحصل النهارده، عبث بتاريخ النادي الاهلي، مش هيسمح بيه مجلس اداره النادي الاهلي ايا كانت النتائج. طب تسمح لي خلص كلامك عشان انا عايز اقول لك حاجه واحده. بتقول ان هم الكراسي فيها ايه؟ اسال نفسك، اسال نفسك انت الكراسي فيها ايه؟ احنا قعدنا 3 سنين محدش قطع بقه بقضايا كل يوم وكل اسبوع قضيه بتترفع على النادي الاهلي بافساد عمليه انتخابيه اقر بيها مدير مديريه الشباب والرياضه. انت متابعنا يا استاذ عماد؟ انت متابعنا دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي بتقول النادي الاهلي هيدخل؟ النادي الاهلي مش هيتراجع، لن يتراجع، لان حقوقه دي. انا مش طالب ان انا اغير بند، انا بقول تسهيلا للاجراءات وتسهيلا لتيسير عمليه التصويت. انا هعمل لقيته ان في حل مش هيمشي اللائحه بتاعته، جاي تقول لا ما ينفعش. لا ينفع الرفع بالايدي، 10,000 عضو يرفعوا ازاي الرفع بايدي؟ ازاي بس يا دكتور يا عماد يا استاذ عماد، في حاجه اسمها 10,000 واحد يرفعوا ايديهم؟ مكتوب كده في الاعلام بتاع نادي الزمالك. انا ماليش دعوه دلوقتي، هو اصل انت مش عامل دي، انت عامل الصح، عامل بتاع سندي. انا سالت الدكتور والنبي عشان خاطري اسمعني بس، غدي رفع الايدي وتقليل النصاب من 10,000 ل 7,500 معنى النادي الاهلي اللي طلع الدنيا تقول النادي الاهلي. هو الدكتور علاء ده مش ساعده في اللجنه يقف قدام الدوله يا عماد؟ الاولمبيه ملهاش في وضع القواعد نهائي وعلى مسؤوليتي. خلاص الاولمبيه اللجنه الاولمبيه التدخل اولمبي بدل تدخل حكومي، وهذا على مسؤوليتي. ماشي ماشي يعني عنده كلمه الدكتور علاء رديت سالته كام سؤال ورد عليه انه ما يعرفش. طب ما انا بسالك سيبني بس، ما عنديش فكره عن البند 3. اهم سؤال يا استاذ عماد، اهم سؤال سالته له وهو ده مربط الفرس، هو النادي الاهلي تبع مين؟ هي الانديه تبع مين؟ تبع جمعيه العموميه. يعني انا سالته هذا السؤال، ما هو انت لو قلت لي تبع مديريه الشباب يبقى حوارنا يبقى مع مديريه الشباب، لو قلت لي تبع اللجنه الاولمبيه فقال لي اللجنه الاولمبيه، قلت له هات لي اللائحه هات لي القانون والدكتور ياسر كان بيقراها له. الاهلي مش تبع اللجنه الاولمبيه، الاهلي مش تبع اللجنه الاولمبيه يا سيدي. كويس الاهلي مش عاجب حد علشان نادي بيحقق مكاسب. اذا طبعا كان في اعلاميه طلعت قالت لك لا ده عملوا البنك الاهلي، النادي الاهلي بنك استثماري، والسلوجان اللي معروف الهابط عمر الاهلي ما كان كده. عملنا ايه في النادي الاهلي عمره ما كان كده؟ وصلنا ميزانيته مليار، الراجل اللي قاعد في لندن ربنا يشفيه نال ما نال، محدش دفع عنه. لندن دي كلمة السر يا عماد. محمود طاهر وهو بينال ما ينال كل يوم على القنوات الفضائية، بتقيم من ايه؟ مجلس الإدارة ده عامل ايه للناس؟ عامل علشان بيحقق رسالة أقسم يمين إن هو يحافظ ويرعى مصالح 130 أو 140 ألف عضو عامل. اللي اعرفه انك انت تيجي تقول لي انت عندك فساد، عندك تخسر ماتش يقول لك الاهلي في تفكك، زي اللي بيقول لك النهارده في جورنال الاهرام فتنه في النادي الاهلي. فتنه؟ هو انا لما اقول لك مثلا امضي هنا وامشي وبكره ايسر على الناس تكمله بهيئه قضائيه بتسميع صناديق ابقى بعمل فتنه؟ وكابتن صالح سليم قال النادي الاهلي فرع واحد، ايه ده انت دخلتني في ايه؟ لكن ده انا عارف ده اسمه اكشن بلان، اكشن بلان صراع سلطه. هو صراع؟ طب ما هي الانتخابات صراع سلطه يا استاذ عماد. يعني انتخابات دلوقتي احنا في تدخل حكومي واضح. اذا اللي يهم المشاهد دلوقتي حاجه واحده بتتعمل في الرياضه النهارده ان هو النيل من تقرير المصير. استاذ عماد موقف الاهلي احنا انت مكمل في اجراءاتك وهتتجاهل العالم. ها؟ لاخر العالم وهتتجاهل الخطاب اليوم. مجلس اداره يا استاذي اللي بتقول مجلس اداره النادي الاهلي الكراسي يا اللي شخصيه رياضيه كبيره
صورة فرد خايفين على كراسيهم. مين اللي قال كده بس؟ ما هو قال كده علاء؟ لا علاء مشرف قال كده يا استاذ عماد؟ لا 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 اعلى اعلى شوية على كده ايه مستويات عليا. انت بتلخبطنا والله، اصلك عمال يبوظ الانتخابات عشان يقعدوا على كراسي. ماشي، احنا قعدنا 3 سنين في 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 حرب. انا بس انا في النادي الاهلي من سنه 62 ما شفتش اللي شفته ده. ليه؟ ايه السبب؟ طيب مين عاوز يرجع مكان مين ومين مش عاجبه مين؟ ليه؟ ده احنا كنا بنقف ورا الناس، وانت تعلم تماما من سنه 76 يا استاذ عدلي ازاي كنا بندافع. ما هو ده اللي بقوله للناس، عمر ما كانت الانتخابات خناقه، عمرها عمر الانتخابات في النادي. تحاورني يقول لك ايه؟ لا تبعت له جواب، يطلع لك قانون بجواب. ثواب ثوابت ايه؟ وانا بعمل لك كشف هيئه؟ لا يا فندم، لا 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 لا. وانت انا صعبان عليا بتوع اللجنه الاولمبيه ان هم ما لهمش قرار، بيملى عليهم حاجات يبعتوها. دلوقتي مجلس الشعب على اساس ان في الانديه الشعبيه والجماهيريه، اللي فندم ما بعتش دعاوى. مين اللي هو مين؟ وسام حطب وزير الرياضه. وسام حطب ما جاش، اللي هو بيقول لك اللجنه الاولمبيه بتترفض، اللي كان بيرد علينا الوزير. والفندي اللي طلع يقول لك لو بقفلوا النادي، انت تقبل على النادي الاهلي يا عدلي؟ اللي هو مين بس؟ الاستاذ ابراهيم المنيسي. لا طبعا، هو مجلس الشعب، عضو البرلمان. لا طبعا، عضو البرلمان. اه وده ما انت رديت عليه يا عماد. جيبوا 12000 يا عماد، ما انت رديت عليه. طيب خلاص، ما ده احنا ردينا عليها في وقتها يا استاذ عماد. ما فيش حد يتجرع. لا 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 لا، احنا ما رديناش على حد، واحنا مكملين في 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 قرارنا، ومش خايفين على الكراسي زي ما بيقول الافندي بتاع اللي بيطلع ينال مننا كل يوم. واحنا عارفين ازاي ندير مؤسسه زي ما قدرناها بما يرضي الله. النادي الاهلي ما حدش اداله حاجه، والله الاهلي ده كل بالظبط كده. كنت بشرف ان انا مجرد عضو في النادي الاهلي، وما زلت اشرف ان انا عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي، لكن انا ملتزم بحمايه حقوق ومصالح من اولوني سقطوا. غير كده ابقى انا راجل فعلا طمعان. انا سهل قوي ان انا اجاري الامور، سهل قوي ان انا اتهيس الامور واوصل لتفاهمات، لكن مش هيحصل ده، مش هيحصل. اذا وادي جمله، اسف ان انا استهلكت وقتكم. لا 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 ابدا، انا نقتل الدكتور علاء يطلع يكمل الاسئله بتاعته. تمام، نحاول نجيبه تاني يا استاذ عماد. شكرا جزيلا للاستاذ عماد وحيد، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واعتقد أكد على تمسك مجلس إدارة النادي بالإجراءات التي سار فيها بشأن الدعوة للانعقاد. لما ردت على طلب النادي الأهلي وقالت إنها بترفضه، لو في فرصة يا جماعة للدكتور علاء مشرف تاني، يعني يستحيل حل. من المقرر قانونا أنه لا اجتهاد مع صراحة النصوص القانونية. الأهلي بتقول كده، أنا موافق، لا اجتهاد مع صراحة النصوص القانونية. طب أنا متمسك بقى بالقانون، واللجنة الأولمبية ما لهاش علاقة بالأندية. هو لسه ده مش انا سالته هذا السؤال. فيش اجتهاد. ما تقعدش تحور لي يا دكتور، تقول لي اصل النادي بينتخب الاتحاد. والله العظيم تتصور السؤال البسيط ده مربط الفرس. مش انا سالته؟ هو تبعكم ولا تبع الوزاره ولا تبع المديريه ولا تبع نفسه؟ قال تبع اللجنه الاولمبيه. غلط. قلت له بأمارة ايه؟ قال القانون. مفيش قانون اهو. طيب في حاجه اسمها لا لا، في حاجه اسمها قرار الاصدار في اللي ماضيه رئيس الجمهوريه. ده قرار اصدار القانون رقم 71 لسنه وفي 2017. مواد القانون بالظبط. هذا قرار الاصدار اشار فيه لعلاقه التبعيه ديت، هم لما تناقشهم في ماده واحده باستفاضه بس اللي هي يوضح اللي هي ماده 4 اللي هي بتاعت اللائحه الاسترشاديه التي اضيفت بعدما تم ايوه بس القانون. انت لا ما هو اصل هي قرار الاصدار بيتحط وقت ما رئيس الجمهوريه بيمضي القرار. قرار اصدار القانون لا ما صدرش فيه هذا الاجراء، فده طبيعي بيتعمل بعد انتهاء. عارف يا استاذ ابراهيم لو انت عايز تحط اللجنه الاولمبيه هتعمل لائحه استرشاديه للانديه، يبقى اولا كنت تشيل من القانون حق الانديه في انها تعمل لوائحها، وتضيف لمهام اللجنه الاولمبيه المصريه في القانون انها مسؤوله عن الانديه. طيب هو ما فيش نص واضح بكده، ما عملش كده. اذا انت بس عشان والنبي، ما هيش قعدتنا دي قعده الناس. انا عايز ارتب للناس نقط قليلة. هو ده الكلام. انت دلوقتي الاهلي لن يتراجع عن موقفه. اللجنه الاولمبيه لحد دلوقتي كما قال نائبها متمسكه ان ده حقها. يبقى احنا
هنمشي في طريقنا ويبقى اللجنه الاولمبيه. اقول لحضرتك على مفاجاه. الميثاق الاولمبي ما فيهوش كلمه تدخل حكومي. يعني في الميثاق الاولمبي ما فيش كلمه تدخل حكومي. بس الميثاق الاولمبي بيقول ايه؟ بيقول انه بيعظم سلطه الجمعيه العموميه لاي هيئه او اتحاد رياضي. ويعني التدخل بقى هنا ايه؟ من اي سلطه اخرى. فحتى لو كانت سلطه اللجنه الاولمبيه المحليه. يعني الاهلي يقدر يشتكي، يعني انت عايز تقول لا سلطه الاهلي يقدر يشتكي اللجنه الاولمبيه المصريه للجنه الاولمبيه الدوليه. ممكن. طيب ما يكلم الدكتور حسن، ما هو الدكتور مش حسن مش عندنا موفد اللجنه الاولمبيه يحل اداره المساله المصريه ولا هو موافق على اللي عملته اللجنه الاولمبيه؟ انا اعتقد هو المرجعيه المهمه في المساله. بس يا ريتنا. لا انا مرجعيتي يا استاذ ابراهيم حاجه ثانيه. انا مش مرجعيتي اشخاص، مع كامل احترامي لكل لا لانه الناس. مفوض انا مرجعيتي مفوض من الاولمبيه الدوليه. بص حضرتك، انا بحكم كنادي اهلي، انا بيبدرني نصين، نص القانون ونص الميثاق الاولمبي باعتراف القانون المصري انه الميثاق الاولمبي هو الملزم لينا كلنا. اي عاقل اي عاقل يتمنى ان النادي الاهلي يبقى مصيره في ايده. بالظبط. اي محب للنادي الاهلي يتمنى. انا عايز اقوله يا جماعه، طول عمره حروب النادي. يا جماعه عايز اكمل جملتي والنبي بس عشان يعني. وبعدين حاسس انت حضرتك اتكلمت اكتر من كده. اتكلمت كتير انا عارف. احنا الاثنين ايوه، عشان انا عايز الخص. احنا عمالين داخلين فاكر ان علاء مش فوق، عمال ابص فوق. يا دكتور ياسر اتكلمت اكتر منكم. السبب انا عايز الراجل المشاهد اللي قاعد في البيت اوصل له الكبسوله. فاحنا عمالين داخلين في ممكن الحوار ده بقى احنا مع بعضينا. لكن النهارده لا احنا عارفين الانديه تبع مين، خلاص ده واضح. مش عارفين تبع مين، مش كده؟ النادي الاهلي يرى، وكلنا نبقى سعداء ان يبقى مصيره في ايده، في مصير جمعيته العموميه، وده اللي شرف النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يضع لائحه هي غير اقصائيه في اي بند ومفيش اثر رجعي. الاسماء اللي في ذهن الناس لا تتخوف، محدش فيهم ممكن تقصيه، ممكن تقصي ناس ما نعرفهاش هي مين. اذن ما الذي يدير ان احنا يبقى كل همنا الفتره الجايه ان نحشد الجمعيه العموميه؟ ده اللي عايز اوصل له. ما هو ده اللي انا عايز اقول للناس، لكل اعضاء النادي الاهلي. انا خلصت، مش هفتح لك ان تجمل ما اردت. يلا. لكل اعضاء النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي، الاهلي يريد لائحه خاصه به تليق به، ويريد ان يفتح الباب امام كل الانديه المصريه ان تتحرر من قيود التدخل الحكومي أو الهيمنة الحكومية، حتى لو كانت في ثوب اللجنة الأولمبية المصرية. النادي الأهلي لا يعادي أحد ولا يريد إقصاء أحد. النادي الأهلي يريد المحافظة على كبريائه وتحقيق حلمه القديم بأن تكون له لائحته المعدة من أبنائه وليست مفروضة عليه من أي جهة أخرى. النادي الأهلي قدره دائماً أن يدير أن يقود حركة الرياضة المصرية للأمام. كان أنت حضرتك قلت لي في وسط حوارنا إنه كان كابتن حسن اللي هي اللائحة بتاعته وطبقت مش عارف بأثر رجعي ومش بأثر رجعي. لا لا، هي لم تطبق أصلاً. أنا عايز أقول لك كان هي لما فرض بند كل المشروعات، لما فرض بند كل المشروعات من الجهة الإدارية طبق بأثر رجعي. كل المشروعات اللي قبل كده أجهضت لأنه كان القانون لا يسمح للأندية عموماً بأن تضع لوائحها الخاصة، هي لائحة واحدة وهتطبق على كل الأندية كبير وصغير. تمام. احنا بس الأهلي حاول استغلال إنه القانون الجديد منح الأندية هذا الحق. لكن واضح إنه في ناس إدت الحرية باليمين وتاخدها بالشمال وخدتها بالشمال. قالت برضه عيب إن احنا نقول كده. ليه؟ حتى لو ده رغبته، حتى لو ده احنا لن نسمح له. لن نسمح له بايه؟ ان احنا نيجي ونحضر. ما ينفعش ان النادي الاهلي في لحظه مصريه يبقى مخاف من عدم العقده الجمعيه. عايز افهم الناس، او مش ما اقصدش انا افهم وزع اللائحه. عايز اقول للناس انه دي والله العظيم دي ما هياش انتخابات وما هياش حسابات خاصه وما هياش مصالح خاصه باحد، دي للنادي الاهلي. طيب سؤال بقى اخير والاستاذ ابراهيم هيلخص لنا برضو اللي فهمه واللي عايز يقوله. دلوقتي احنا بنقول دي موقف خاص، جمعية خاص واجتماع خاص. ها؟ لا لا، جمعية مش اجتماع، جمعية خاصة جمعية. أصل لا، ما هو اللجنة الأولمبية وهي بترد في إطار الفوضى والهرجلة، مرة يقول لك جمعية ومرة يقول لك اجتماع. ده إيه؟ أنت عايز تقولها إيه؟ دي جمعية خاصة. إذن جمعية خاصة، هذه جمعية. الاجتماع يقتضي المكان الواحد. يعني لما أجي أقول
انا عندي اجتماع مع الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي يبقى معناه ده مكان واحد. دكتور احنا بس انا يعني ما سالتش سؤالي وبتزعلوا مني لما بقول لكم استنوني. هو انا لما الناس تجتمع استاذ ابراهيم المنيسي بيتكلم اكتر منك اهو. مش سيبك من كتر الكلام في اسئله ممكن على واحده. بص لما الناس يا ياسر المساله مش كتر كلام، المساله الكبسوله اللي الناس عايزاها. انا عايز اوصل رساله دلوقتي مهمه جدا. احنا دلوقتي بنعمل النادي الاهلي كلنا رايحين عشان حق النادي الاهلي. اذن لا فريق لا مصلحه فريق ده ولا خلاص مصلحه خلاص فريق خلصنا ده. من دي احنا انا اللي عايز اقوله ايه، انت بتقول دي جمعيه خاصه مش كده مش اجتماع ماشي ايا كان، وهتفسر الفرق بين جمعيه والاجتماع او فسرت. اذا هذه جمعيه خاصه تحدث لمره واحده. اذا هذا لا يرتب حقوق مستقبليه ان لاي فرع من الفروع يقول لك اعمل الانتخابات عندي زي ما انت عملت الجمعيه دي. ارد عليك اجابه تريحك؟ متريحني عايز الاجابه تريح اللي هتحصل، تريح اعضاء النادي كلهم، الاجابه اللي هتحصل جماهير الاهلي كلهم. حينما تناقش ميزانيه يجب ان يكون مكان واحد. حينما تناقش او تقرر حاجه مصيريه بالنادي الاهلي ومحتاجه نقاش واراء يجب ان يكون مكان واحد. طب ما فيش اكتر من لائحه واحده يا دكتور، لكن نظام اساسي. ما انا هقول لحضرتك في اطار الاستدراكات كانت اللجنه الاولمبيه المصريه لما استخدمت الاستدراكات لما اجبرت النادي الاهلي على انه 12,500 بعدين فاقوا بعد اربع خمس ايام انه 12,500 هيجوا يناقشوا. تخيل انت يعني ايه تناقش 12,500 في لائحه؟ لا هو هيصوت مش هيناقش يعني. هو قال لك ده الاول مش تصويت، كانت مناقشه فراحوا عاملين استدراك انه يجي يصوت ويمشي على مدار 10 ساعات. انه يصوت ويمشي على مدار 10 ساعات، فهنا هنا تصويت. احنا بقى انا بسهل على اعضاء النادي الاهلي خلاص، ده الغرض. ما احنا خلاص دي، لكن النهارده السؤال على شيء يبقى السؤال. انت كنت ماشي كويس وقطعت الكلام. ما هو استاذ ابراهيم بيفتحني في الكلام. انت قلت هو بيستدرك عشان ما بيسيبوش حد يخلص كلامه. يعني هو ماشي كويس معانا ومع الناس. انت بتقول لو مناقشه ميزانيه يبقى مكان واحد. لو مناقشه اي حاجه عايز تجيب تشتري حاجه تبيع حاجه عايز تعمل مقر جديد زي التجمع ده يبقى مقر واحد. اي حاجه فيها حوار او مناقشه. طيب لو انتخابات هقول لحضرتك على حاجه. اصل ليه بسال السؤال ده؟ قبل كده كل الجمعيات العموميه المقرونه بانتخابات كان من ضمن جدول اعمالها مناقشه الميزانيه واعتمادها. يعني انت رديت. طب لو انا ما حطيتهاش او حطيتها على يومين، حطيتها فين؟ ما حطيتهاش في الدعوه بتاعت الانتخابات، ما حطيتش مناقشه، خليت مناقشه الميزانيه قبلها ب 10 ايام وفصلت الانتخابات ليوم تاني، اعمله في اكتر من مقر؟ انا بسال اسئله مستقبليه يا استاذ ياسر. انا لسه انا ما عنديش اجابات عندي بس ما عندكش. يبقى برضو دي اجابه. اتفضل. انا اعتقد يا دكتور الاهم في كل ده هذا الصدام اللي حاصل بين اللجنه الاولمبيه والنادي. المفترض انه في جهه فاصله هي لم تختفي بعد، ربما موجوده وراء الستار، وزاره الشباب والرياضه، لانه نبقى فعلا في حاله عبث حقيقي لو اعتقدنا او صدقنا ان الوزاره مش موجوده في المشهد. لا موجوده، موجوده طبعا، والوزاره ما زال ليها دور. الوزاره مين اللي هيراقب الوزاره؟ هي الاهلي يقول ال 12,500 دول مثلا في حد يعني مندوب من الوزاره؟ طبعا الجهه الاداريه لازم تكون ممثله. وبعدين هو دلوقتي طب حدثت حلو قوي، حلو قوي الكلام ده. طب ايه الريفرنس اللي هتراقبني على اساسه؟ ايه المرجعيه؟ قال لك تفويض من اللجنه الاولمبيه ايوه للجهه الاداريه، تستعين برجال الجهه الاداريه. هو كله بيخرج بره المسؤوليه القانونيه لمراقبه مجموعه من الاجراءات والتفاصيل اللي هي ايه؟ اللي هي النصاب القانوني وبعدين النتيجه الفرز بس وبعدين لكن مش ان اللي قاله بقى الدكتور علاء الالتزام بمكان واحد او لا. ما اولا ما فيش اي نص الزمني بمكان واحد. يعني ما يجي مندوب الجهه الاداريه ده النص الاخير ده ملزم اللي هو عممه النهارده على كل الانديه دي. بعته لكل الانديه والهيئات اللي صدر هو بس بالحته اللي الاستاذ عماد وحيد قالها، اشمعنى تساب نادي الزمالك لما اعلن؟ لا هم كده النهارده بالبيان اللي طالع بالمحددات اللي اتقالت هي مش معنى بيها النادي الاهلي بس، والا تبقى كارثه. دي لا. موجهه لكل الانديه والهيئات الاعضاء.
يعني حتى اجراءات الزمالك كلامي خالص حتى اجراءات الزمالك الاهلي هو المقصود. اوكي ما هو الاهلي هو المقصود لا هو المحرك يعني، لكنه لو تم السكوت على اي حاجات غير قانونيه وتخالف هذا البيان اللي صادر منهم والمحددات لصحه الانعقاد لو قبلوا بها في الزمالك او في الظهور او في الشمس او غيره واختصوا الاهلي ده يبقى كلام تاني، لكن لو تم تعميم ده على الكل نتناقش. نتناقش يعني ما تجيش على الاهلي علشان انت عندك استهداف ما وتسيب الزمالك يعقد جمعيه. وانت في الجواب اللي انت تقصده استاذ ابراهيم اللي هو اللي جه النهارده او امبارح ردا على اعلان النادي الاهلي اللي هو بيقول لي فيه انه لا اجتهاد مع صراحه النصوص تمام، وانه بيقول لي انه ده الاجتماع لازم يبقى في مكان واحد وان ده مش اجتماع وانا زي ما شرحت وانه صراحه النصوص تبقى ايه يبقى انت مالكش حق سلطه عليا كلجنه اولمبيه مصريه. ادي القانون وادي النصوص القانونيه هل اي حاجه ملزمه ليا وليك، مش هنحسمها من الناحيه القانونيه واحنا قاعدين قعدتنا دي، احنا بنفكر بصوت عالي بس بنفكر وبنشرك الناس في كل الاهلاويه في كل الاحتمالات انه ده امر يخص كبرياء ودور ورساله النادي كل ده اللي يعني ده اللي يعنينا ومستقبل النادي احنا واللي يعنينا او يعني الناس خلينا بقى بنجيب من الاخر ان مفيش اخصاء مفيش اخصاء اللي يعني الناس ان انت تعالى اشترك عشان عيب انك انت تغيب تغيب عن عمليه مهمه زي دي. دلوقتي النادي الاهلي هيسهل لك نتيجه قرار لا رجعه فيه كما حسمها الاستاذ عماد وحيد ان هنمشي في الاجراءات دي ودع الامور بقى تمشي ونعرف مين اللي كلامه صح. اي عضو او مشجع او عاشق للاهلي لن يقبل هذه العباره، اللائحه الاسترشاديه وضعت لخدمه الانديه التي لا ستعجز عن صياغه لائحتها الخاصه او لا تستطيع او لا تملك الادوات التي. طب اسمع الاهلي ليس عاجزا مش نادي الشمس نادي الشمس ضعيفة. خلينا بقى من نادي الاهلي احنا دلوقتي افترض برضو ما احنا عمالين نفكر ونادي نادي الشمس لا نادي الزهور عنده فروع اخرى، نادي الشمس ما عندوش وعنده اكبر جمعيه عموميه في كل الانديه هو اكبر نادي وأكبر في مساحة. المساحه واكبر مساحه ما هو هيقع في يبقى اذا هو لازم هيعملها في مكان واحد وملتزم ممكن جمعيته العموميه دي تطلع حاجه 20,000 على فكره ممكن يعملها في يومين او ثلاثه من حقه من حقه وفي مكان واحد على اساس ان دي جمعيه خاصه خصوصا ان انا لا اطلب سابقه غير موجوده وعندي من الدلائل وان انا استرشد بيها لا هي سابقه لا سابقه هي سابقه يعني ما حصلش انعقاد في اكثر من مقر للانديه متعدده المقرات يعني إيه؟ الصيد ما عملتهاش النادي الاهلي ما عملهاش اللي هي ايه؟ الانعقاد في اكثر من مكان سابقة. انعقاد ايه؟ انعقاد الجمعيه العموميه دي مش جمعيه عموميه عاديه ولا هو بيقول لك الخاصه ما أيوة ده ملهاش سوابق احنا لا اصل هذه الجمعيه ليست لها سوابق لا لها سوابق القانون اي حاجه خاصه دي خطورتها بقى ايوه خطورتها انك بتحط ريفرنس او مرجعيه من قد يبنى عليها البتاع دي مش معنى يا اخوانا ان انتوا بنعمل الجمعيه الخاصه للظروف الخاصه عشان نقدر نوصل للدستور بتاعنا في اكتر من مركز ان في اكتر من فرع ان ده هيبقى يترتب عليه ان كل الامور اللي جايه تبقى لازم على هذا السياق هنرجع تاني لوحدتنا هنرجع تاني لبيت الامه وهنرجع تاني ننتخب في المقر الرئيسي كما اتمنى وهذا هاجس من راجل كبير ممكن التكنولوجي يطيح بكلامي ده انك انت وانت قاعد في البيت تقدر تصوت ونرتاح كلنا بميكانه العمليه الانتخابيه ونتمنى ان يكون هذا الامر قريب. التكنولوجيا ولا العلم هيغيروا مكانه الاهلي في قلوبنا واحساسنا بقيمه النادي الاهلي ووحدتنا معا بس كده صحيح تيجي انتخابات نختلف ومع فريق او فريق لكن في قضايا تستدعي ان نكون كلنا يعني بكلم وحده الاعضاء في الفروع طيب. خليني استاذنك في تلخيص كل القعده الطويله ديت لان انا في البدايه قلت كل الكراسي حمراء لكن حاولنا بقدر الامكان نحافظ على ضوابط الحاله الحواريه علشان حضراتكم. الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي رايه النهائي والحاسم ان مجلس اداره النادي الاهلي لن يتراجع عن قرار سار فيه وهو دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد يومي 25 في مدينه نصر و26 اغسطس في الجزيره.
ويرى أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي صاحبة الحق الأصيل التام في هذا الشأن ولا رجعت عن هذا القرار. الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية يدفع بحقية اللجنة الأولمبية حقا كاملا في تسيير الحركة الرياضية وفقا لصحيح القانون من وجهة نظره. دكتور ياسر أيوب يطرح العديد من التطمينات الرقيقة كعادته للجمعية العمومية أن المشروع اللائحة الجديد الخاص بالنادي الأهلي لا ثمة إقصاء فيه على الإطلاق، بل بالعكس يشمل الكثير من النقاط المطمئنة لمستقبل النادي الأهلي التي يبحث من خلالها النادي الأهلي حسب تأكيده عن كبريائه وحلمه وقيمته التاريخية في الحركة الرياضية المصرية. ويدفع الدكتور ياسر أيوب بالكثير من النقاط التي يرى أن فيها حقا أصيلا للجمعية العمومية ولا وصاية للجنة الأولمبية ولا لغيرها على الجمعيات العمومية للأندية، ومن ثم مشروعية انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و 26 أغسطس في الجزيرة ومدينة نصر. على يساري يدفع المهندس عدلي القيعي بأنه الأساس في المسألة التأكيد لعضو النادي الأهلي عليه أنه يجي، عليه أنه يحضر، عليه أن يمارس حقه الكبير والقانوني والطبيعي ولا يبقى مقصر في صياغ الدستور ناديه في لحظة تاريخية فارقة، ولا يخفي أيضا مخاوفه من فكرة عقد الاجتماع في أكثر من مقر خشية أن يتم البناء عليها مستقبلا، ويذكر بما حدث مع كابتن صالح سليم في 98 من مخاوف هذه القسمة للنادي بين الجزيرة ومدينة نصر. أعتقد دي كانت يبقى حاجة صغيرة عشان تقفل. آه. هذه الجلسة تاريخية بتعكس قيمة وعظمة النادي الأهلي، أنك في قناة النادي الأهلي تستطيع أن تتحاور بملء الحرية. صحيح. وتتفق وتختلف وتقول رأيك دون أن يصادر أحد على هذا الرأي ودون تخوف ودون حسابات ضيقة، والذي يقودون جميعا النادي الأهلي وحب النادي الأهلي ومصلحة النادي الأهلي، ويبقى الأهلي عظيما مش عشان بيكسب يا دكتور، لا ده بيكسب عشان عظيم. مع تحيات منا القيادة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي بإذن الله تعالى في التاسعة مساء الاثنين القادم بإذن الله. تصبحوا على خير.